السادس عشر من شباط لعام 2018 يسعد صباحكم مشاهدينا في جميع اماكن تواجدكم بدايه نهايه اسبوع جديد بتجمعنا سوية من خلال شاشة فضائية مساواة وبظل هالفترة الصباحية رح نترافق سوية على مدار ساعتين على الهواء مباشرة ونطرح في حلقة اليوم من صباحنا غير العديد من المواضيع والفقرات ونبدأ مشوارنا مع تلخيص ابرز فقراتنا لهذا اليوم أولى فقرات صباحنا غير لليوم راح تكون مع فقرة العيادة النفسية وراح نكون مع دكتور مصطفى قسقسي اختصاصي نفسي عيادي ومعالج نفسي أسري وراح نتحدث عن ماهية العلاج النفسي الأسري وعن مساهمة هذا النوع من العلاج في تحسين حالتنا النفسية أمام الظروف الحياتية والأسرية اللي منمر فيها في فقرتنا الثانية رح نتحدث مع رئيس تحرير مجلة الحياة للأطفال السيد محمد بدارني ورح ينضموا لنا كل من منا دياب بسمة حجازي وحورية حجازي للحديث عن دورة فرسان الضاد في الكتاب الإبداعي في فقرة أخرى رح يرافقنا ضيفنا في الاستوديو فادي خوري أخصائي بصريات ومحاضر في كلية سخنين لحتى نتحدث عن تأثير الهواتف الذكية على صحة أعيننا ورح ننتقل في بث مباشر لخارج الاستوديو للحديث عن مشروع اليمان للفنان التشكيلي إيمان عودي عابد لنعرف ونتعرف أكثر عن تفاصيل مشروع الجديد وختام فترتنا الصباحية رح تكون مع مواهب وقدرات واعدة للأجيال الصاعدة رح نختتم حلقتنا لليوم مع محترف السباحة أيهم ناصر وموهوبة الرسم ملك صايغ وفي نفس الفقرة رح تكون معنا أيضا كاتبة كتاب أنت موطني أسيل دار الحج E وهي راح تكون ابرز فقراتنا في حلقه نهايه الاسبوع من صباحنا غير وبدايه مشوارنا الصباحي مثل ما عودناكم في كل يوم جمعه فقره عياده الصحه النفسيه ضمن برنامج صباحنا غير وبالتعاون مع قسم الصحه النفسيه ومركز معنا في مستشفى الناصره الانجليزي راح نتحدث عن موضوع العلاج الاسري النفسي طبعا بكافه تفاصيله ونصبح بالخير على ضيفنا دكتور مصطفى قصقصي اهلا وسهلا فيك صباح الخير يسعد صباحك حضرتك طبعا مثل ما عرفنا عنك سابقا اختصاصي نفسي عيادي ومعالج نفسي اسري في مستشفى مستشفى الناصر الانجليزي يعني دكتور بدايه نتعرف من حضرتك يمكن عن ماهيه العلاج النفسي الاسري وما هي الفروقات ما بين العلاج النفسي الاسري والفردي <applause> يعني في البداية هناك في جملة شهيرة مقتبسة من رواية لتولستوي اللي يعني ترد بصياغات مختلفة اللي بتقول العائلات السعيدة متشابهة بينما العائلات التعيسة كلٌ تعيسة على طريقتها بطريقتها الخاصة جملة عميقة <applause> الحقيقة هي جملة عميقة وجملة محيرة بمعنى من, من ناحية تفترض أن هناك معادلة واضحة وثابتة للسعادة الأسرية بينما المعاناة الأسرية يعني تتعدد تعبيراتها ولغاتها فحيح. يعني قد يجوز العكس كمان يعني قد نقول كمان انه التعاسه الاسريه او المعاناه الاسريه تتشابه و والسعاده كمان تتنوع في تعبيراتها فبدون شك الاسره هي المكان الاكثر اهميه في حياتنا يعني سلبا وايجابا صحيح هذا المكان الذي نتدرب فيه على إنسانيتنا على طريقة بنائنا للعلاقات على طريقة تعاملنا مع احتياجاتنا على القيم اللي بتقود حياتنا مم. مستقبلا فهو محل كتير هام ومن هون إجت أهمية يعني هذه واحدة من الأسس اللي مبنى عليها العلاج النفسي الأسري هو علاج يفترض أن الأسرة هو مكان وسياق نفسي وعلائقي مهم للبشر من واحد وانه كمان المنظومه الاسريه والافراد محكومين بالمنظومه الاسريه وبايش بصير جواتها صحيح فعوده لسؤالك ايش الفروقات صحيح ما بين العلاج النفسي الاسري والفردي هناك في فرق اساسي يعني انه العلاج النفسي الفردي يفترض طبعا بتعبير شوي متطرف بس واضح انه في تنويعات يفترض انه الصعوبه النفسيه هي لدى الفرد في داخله بينما العلاج النفسي الاسري والمنظومي بيقول انه الصعوبه والمشكله في العلاقات يجب معالجه العلاقات مش معالجه الافراد صحيح اوكي نفس الأسري يفترض انه الاسره هي المصدر الاساسي للصحه النفسيه والمعاناه النفسيه في نفس الوقت وانه الاعراض لدى الافراد الصعوبات النفسيه هي عمليا مؤشر على صعوبات في العلاقات الاسريه بالاضافه للمعاناه تبعت الفرد فاحنا بنحاول نبحث عن معنى العارض مثلا الاكتئاب، شخص عنده اكتئاب فبنتساءل بالاضافة لصعوباته الفردية بنتساءل ايش بيقول هذا الاكتئاب عن العلاقات داخل الأسرة، عن العلاقات داخل الأسرة في هاي المرحلة بحياتها أو في مراحل أخرى يعني ربما احنا بنتعامل مع الاسره هيك في بعض الاحيان كوحده واحده ولكن بدون شك كل فرد في عنده احتياجاته صعوباته الازمات ايضا اللي ممكن انه يعني تنتقل لهي البيئه المشتركه رح نحكي كثير دكتور عن هذا الموضوع ولكن بدايه كمان نعرف المشاهدين كيف بيتم بناء السيرور العلاجيه يعني طبعا من قبل المعالج او المختص هل نتحدث في بدايه المطاف عن يمكن هيك لقاءات فرديه وبعد هيك تنتقل لتكون لقاءات اسريه جماعيه اكثر يعني في طرق مختلفه لاجراء علاج النفس الاسري طبعا الطريقه نقول الكلاسيكيه على صعوبتها هو انه استدعاء اكثر ما يمكن من, من افراد من الأسرة. افراد الاسره اللي بيقدروا يعني يكونوا شركاء والجلسات يعني بتم اجراءها بشكل مشترك طبعا ضروري كل افراد الاسره ولكن يعني مجموعات مختلفه من الاسره فهي طريقه يعني مهمة وأساسية أحيانا هذا لا يعني لا يتسنى يعني إجراءه ف البديل البديل هو إنه نحاول نفكر لما نتعامل مع المشاكل الفردية النفسية تكون التوجه تبعنا وطريقة الفهم تبعتنا النفسية معتمدة على النظرية المنظومية الأسرية فأنا ممكن أعمل جلسة فردية بنفس الوقت في توجه علاجي نفسي اسري بحيث انه استحضر بالجلسه العلاجيه كمان العلاقات الاسريه الافراد المهمين الاحداث الاسريه المهمه نعم. بطريقه او باخرى. رح نحكي يمكن عن هيك الازمات او الاحداث الاسريه اللي بتكون كفيله انه يعني يتم استدعاء العائله للعلاج الاسري، رح نحكي كمان عن الحفاظ على الخصوصيه داخل العلاج الاسري بما انه هذا واحد من اسس يعني او اهم اسس العلاج النفسي ولكن بدايه دكتور دائما بالحديث عن العلاج النفسي الاسري او الفردي يعني يدخل موضوع الثقافي او هيك الانماط الحياتيه المجتمعيه، مه. من هون بهمني اسالك شو يعني ميزه او خصوصيه المجتمع العربي الشرقي مه. اللي هيك تتجلى أو تفرض نفسها داخل الغرفة العلاجية في العلاج الأسري. مه. نعم يعني الأسرة يعني مهمة في كل مكان في كل سياق ثقافي واجتماعي بدون شك زي ما ذكرت في خصية للثقافة العربية والخصية يعني كمان هي في جانب منها إيجابي وجانب منها اللي هو يشكل تحدي نعم. للعلاج بمعنى يعني إذا افترضنا أنه جزء من مبدأ من مبادئ الصحة النفسية للفرد هو قدرته على أنه يحافظ على مسافة متوازنة نفسية بينه وبين الأسرة يعني بين قدرته أنه يتفرد ويستقل وبين يكون منتمي لأسرة انتماء للاسره فتفرضنا هذا المبدا اساسي هذا بيعني انه في في العائله العربيه الموضوع شكل تحدي اكبر باعتبار انه طبعا في حديث قديم عن يعني مش جديد عن انه اللي احنا بمجتمع اللي هو في معظمه جماعي او في تعبيرات مختلفه عن المجتمع الجماعي بمعنى انه السعاده الفرديه مشروطه بسعادة الأسرة في كتير اهتمام لإيش لا بيقولوا عني لإيش لا المجتمع بفكر فهذا بيطرح تحديات معينة للأفراد لما بيحاولوا أنه يعني يحققوا توازن نفسي معين بمعنى في صعوبة من انه ينفصلوا نفسيا مثلا عن عن الاسر تبعتن، من الناحيه الايجابيه الاسره العربيه اسره داعمه في الغالب، أسرة اللي متكافله اللي بتقدم دعم، ولكن بالجانب السلبي هو اسره قد تكون خانقه، في صعوبه في التعبيرات عن المشاعر، في قيم معينه اللي ببعض طبعا لما نقول اسره العربية طبعا نحن عم نعمم بمعنى بمجتمعنا في انماط مختلفه، في ثقافات فرعيه مختلفه يعني ال التعامل والعلاقات بين الاسره والافراد هي مش نفسها بكل موقع وموقع صحيح. يختلف يمكن مع اختلاف حتى البلد المنطقه الجغرافيه آه. فلازم نكون يعني برضه منفتحين لهي التنويعات نعم. آه. من ناحيه نعم. دكتور من من موضوع الصعوبه اللي حضرتك ذكرته يعني اتوقع انه حتى لو العلاقه على سبيل المثال مع الاهل منفتحه نوعا ما ولكن نرجع هيك حول مفهوم الخصوصيه في بعض الامور للشخص الشخص بحب انه يحتفظ فيها لنفسه وربما هاي الامور نفسها هي اللي عم تشكل بشكل او باخر ازمه اسريه مم. هون كيف يعني يتجلى دور الاختصاصي النفسي بالحفاظ على خصوصيه المنتفع وفي مم. نفس الوقت لما احنا عم نعمل جلسات اسريه داخل مم. الغرفه العلاجيه مم. السؤال جيد يعني يشير كمان لسؤالك صحيح. السابق بمعنى انه خصوصيه العلاج الاسري في سياق الثقافه العربيه نعم. موضوع الخصوصيه في العلاج النفسي لما احنا يعني نبدا علاج بشكل عام علاج نفسي يعني موضوع الخصوصيه كثير مهم ولكن طبعا احنا بنوضح القواعد والقوانين تبعت السيروره العلاجيه بنوضح اهميه السريه والخصوصيه وبس كمان يعني في اهميه للصحه النفسيه بمعنى انه يعني ممكن يكون في تنازل من بعض الافراد على موضوع الخصوصيه لانه في شان هام في حدا من الافراد الموجود بصعوبه او الازمه او الاسره موجوده بازمه ممكن كمان طرق يعني بدل الموازاه مع العلاج النفسي الاسري بحضور يعني معظم افراد الاسره مم. في امكانيه كمان اجراء جلسات فرديه آه لافراد معينين مثلا لما العلاج النفسي مع المراهقين بيتطلب بدون شك كمان جلسات فرديه لانه التحدي الاساسي تبع المراهق هو انه هو ينفصل نفسيا فوجوده دائما بهي الجلسات المشتركه ممكن يكون صعب له ففي حاجه كمان انه تتاح له مساحه شخصية فردية في مم. في السيرورة العلاجية نعم طب دكتور في العلاج النفسي الفردي يعني هيك يصل المنتفع في هذه العلاقة العلاجية إلى أعماق النفس وربما بشكل تدريجي، هل نتحدث عن نفس العمق في إطار يعني هي الجلسات الجماعية الأسرية؟ بدون شك إذا يعني إذا افترضنا إنه 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 هاي القاعدة اللي عليها بينبنى العلاج الأسري اللي هي قاعدة إنه احنا نعالج العلاقات مم. وإحنا بالأساس كائنات علائقيه، يعني لا معنى لوجودنا ولا معنى لمشاعرنا ولأفكارنا دون سياق يعني علاقات، يعني نحن نزدهر ونذبل في العلاقات. صحيح فبالتالي الأسري يوفر إمكانيه متعمقه لاستقصاء العلاقات، يعني محاوله فهمها، وبالتالي ممكن نفهم كل فرد بالأسره يفهم شيء إضافي عن حاله. كيف هو كيف طريقة ارتباطه العاطفي بالآخرين صعوباته بعلاقات معينة مع أفراد معينين بالأسرة القرب والبعد داخل الأسرة هذا كله يعني بضيف وبيعطي للفرد ضوء اضافي يعني نفهم نفسه في سياق العلاقات نعم طب دكتور اذا بدنا نتحدث يعني عن تاثير العلاقات والازمات الاسريه على الصحه النفسيه للفرد داخل هاي الوحده وايضا اذا بتحب تحدثنا يعني شو ابرز الامور الحياتيه اللي بتواجهنا لتستدعي اللي انه العائله تتوجه ككل للعلاج النفسي مم. فقدان شخص عزيز بعد جغرافي ممكن مرض احد افراد الاسره مم. اللي هي هاي ابرز الامور يمكن هيك اللي بتشكل حاله قلق وتوتر داخل مم. الاسره مم. يعني يعني قد يكون مفيد بهي السياق هو الاشاره لمفهوم واحد من فهيم العلاج الاسري هو الدوره الحياتيه للاسره. مه. بمعنى كل اسره يعني تاريخها وحياتها تتالف من مراحل جزء منها يعني ثابت وطبيعي بمعنى اثنين بيلتقوا بكونوا عائله، الاولاد بيكبروا، بصيروا مراهقين، بعدين يطلعوا من من البيت، الاهل بفوتوا على ما يسمى ازمه منتصف الحياه وهكذا، كل هاي المراحل ازمات طبيعيه اوكي تتطلب من العائله انها تلائم نفسها يعني العلاقه انك تربي طفل عمره سبع سنين غير انك تربي شاب مراهق او بنت راهقه يعني مرونه واعاده يعني تكيف ولكن زي ما ذكرت في كمان ازمات اللي هي غير متوقعه مه. يعني كفقدانات وامراض وازمات مختلفه وتغيرات وانفصال, وانفصال ممكن وانفصالات. يكون مه. فبدون شك هذه يعني ازمات اللي هي تؤثر جدا على على كل فرد من افراد الاسره وكمان على احنا ما نسميه المنظومات الفرعيه يعني كل اسره في المنظومه الوالديه في المنظومة الزوجية الفرعية وفي مم. المنظومة الإخوة والأخوات طبعا أي حدث سواء فقدان أو مرض أو كمان أحداث مرات يعني إيجابية لها طبعا أثار على كل فرد وفرد المفتاح أوكي إذا بنحكي بنرجع لجملة جملة تولستوي عن العائلات السعيدة المتشابهة يمكن المفتاح هو المرونة قدرة الأسرة انها تكون مرنه بما فيها الكفايه بحيث تلائم ادائها في مراحل مختلفه بما فيها الازمات، اوكي؟ بالازمات يجب ان يعني انه العائله تكون مرنه بحيث انه تعطي مجال لاحتياجات اضافيه، يكون في في وقت يكون في احتواء لاحتياجات الاولاد فالمرونه هو هو يعني الطريق الذهبي لا, لا لحياة أسرية متوازنة بديش أقول نعم. سعيدة كلمة كبيرة بس متوازنة نعم وأتوقع أن لم يعني أن تفتقد العائلة المرونة يمكن من خلال السيرورة العلاجية ممكن أن تكتسب هذه الألية تمام يعني لأنه العائلات بتوجهوا العلاج عادة ما بتوجهوش كعائلة هاي نقطة مثيرة للاهتمام بتخيل نعم. كمان محلات ثانية يعني انه في حاجة لتثقيف الأشخاص على أهمية هذا العلاج بس يعني من تجربتي العيادية ما في عادة ما فيش أي مقاومة للأهل والأسر إنه يكونوا شركاء كأسرة نعم. كاملة حتى لو المشكلة عرفت في البداية كمشكلة فردية نعم. يعني عند فرد معين نعم إيه وبهذا السياق بنقول يعني كمان يعني إضافة لهذا الموضوع إنه الفرد اللي بيجي مع العارض بجمع المشكله الفرد المكتئب الولد العنيد الولد, الولد اللي عنده صعوبه نفسيه معينه والعيله بتيجي تطلب مساعده احنا نسميه الناطق اوكي بلسان المعاناه <applause> النفسيه الاسريه الناطق غير الواعي غالبا اوكي طبعاً طبعاً وطبعاً, وطبعا هذا لا ينفي وجود كمان عوامل اخرى عوامل مولودي عوامل نفسيه بشخصيه الفرد ولكن في المجمل الفرد هو بيعبر عن شيء عم بيصير بالاسره مم. مم. دكتور مع الاخذ بعين الاعتبار لهيك الصيروره العلاجيه اللي حضرتك ذكرتها انه ممكن يكون في لقاءات فرديه وبعد هيك اسريه هل يعتبر العلاج النفسي الاسري مركب اكثر معقد اكثر من حيث الفتره الزمنيه يمكن هيك يستدعي لقاءات طويله الامد اكثر مع المعالج بدون شك يعني يعني هو العلاج اللي فيه يمكن مستوى معين من التركيب على مستوى حتى على المستوى التقني اداره جلسه مع اكثر من شخص داخل داخل الجلسه في الغرفه العلاجيه <applause> وكمان القدره على انه الواحد يقدر يعني يحدد الانماط داخل هاي الاسره يعني كل يعني في جلسه والاشخاص بيحكوا واحنا بنحاول نشوف شو هذا النمط شو الانماط الايجابيه وشو الانماط السلبيه من ناحيه العلاقات والتعبير عن المشاعر والاحتياجات داخل الاسره فهذا يمكن فعلا يكون اكثر مركب في البداية ولكن مع الوقت بتحول شيء جدا صحيح طبيعي. بتصير في المرونة اللي تحدثنا عنها سابقا دكتور إذا بدي يعني أطرح على حضرتك كل فكرة من هو الأخصائي اللي مؤهل أنه يقوم بهاي العلاجات الأسرية بطبيعة الحال مش كل أخصائي نفسي يمكن بإمكانه أن يتبع هاي الوسيلة العلاجية نعم علاج نفسه اسري وعلاج يعني يعني علاج تخصص طويل يعني عاده بين اربع الى سنوات طبعا بقى الاشخاص اللي ممكن يتوجهوا لهذا التخصص ممكن اختصاصين نفسيين او عمال اجتماعيين او مهن علاجيه اخرى فهو مسار يعني تاهيلي طويل نسبيا يتطلب كمان من الفرد من المعالج المقصود انه يعني يشتغل على نفسه يحاول يفهم حاله تاريخيا لما نشات الـ يعني هذا الـ هذا, هذا التوجه العلاجي في في الولايات المتحده ونشا على الاساس في المساحات النفسيه لما بلشوا المعالجين يشوفوا انه في تغيير بسلوك المتعالجين لما يكونوا لحالهم مقارنه لما يكون في حدا من العائله حواليهم او في زياره للمحل ففي في البدايات يعني تاسيس هذا التوجه العلاجي يعني تم التفكير إنه حاجة المعالج إنه هو كمان يفحص نفسه آه وعلاقاته مع عائلته ففي مسار جدي يعني جميل. مع التأهيل. وهذا يعني أتوقع هيك يرفع من مهنية المعالج أيضا دلش. الاهتمام مم. بهذا العالم الداخلي دكتور لما نتحدث عن يعني هذا المصطلح تأثيرات أسرية عابرة للأجيال مم. شو نقصد وكيف يعني هاي هذا الموضوع أيضا يعني يظهر في الغرفة العلاجية أو في العلاج الأسري على يعني وجه الخصوص مم. 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 واحد من المفاهيم الأساسية والمجددة نسبيا في العلاج النفسي الأسري اللي يعني اللي تم يعني كمساهمة إضافية منيحة لكل مجالات العلاج النفسي فكرة إنه العائلة كمنظومة تؤثر أفرادها يؤثرون ويتأثرون سلبا وإيجابا ولكن المفهوم العابر للأجيال أو الصعوبات العابر للأجيال مفهوم بيقول انه التاثيرات الاسريه هي بتيجي كمان من بعيد من الجيل السابق وحتى حتى ثلاث اجيال بمعنى اذا في نمط اشكالي او نمط حتى صحي في العلاقات في اسره مع يعني ممكن انه احنا نستكشفه يعني بداياته في اجيال سابقه في جيل الاجداد في جيل الاباء وهكذا وهذا بيقول يعني هذا يعني مش بس من ناحيه السلبيه طبعا بمعنى انه كثير مرات ممكن احنا نستحضر موارد نفسيه و جوانب ايجابيه في العلاقات الاسريه اللي كانت بجيل سابق ونحاول نستفيد منها لمواجهه ازمات نفسيه تواجه الاسره المحدده اياها بهاي اللحظه ففي اهميه انه نستكشف يعني عمليا احنا بنحاول نوسع النظره نطلع على المشاكل مش بس الآن وهنا نطلع عليها كمان من بعد يعني ابعد من هيك طبعا بالعلاج السايكودينامي طبعا في حديث عن الطفوله بس احنا كانه الـ 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 هذا المفهوم يعني الـ الـ الانماط العابره للاجيال هو مفهوم بيقول انه حتى قبل الطفوله ايش <applause> بلش من اجيال سابقه اه مثير للاهتمام طب دكتور يعني نرجع لنقطه يمكن الاختلاف في مواجهه ازمات معينه حضرتك ذكرت ايضا الامور الحياتيه ممكن تكون جدا غير متوقعه ويعني تحدث في اطار عائلي في عائلات اللي بتقدر تتجاوزها وفي عائلات اللي بتحتاج لهذا الدعم النفسي الاسري ليش بيكون هاي الاختلافات في يعني مواجهه الازمه الاسريه هل هذا يعود الى التكاتف الاسري والبناء يمكن للعلاقات السليمه واذا في عندك نصايح للعائلات بانها كيف تقدر تتفادى هاي الازمات بشكل سليم ولا يؤثر على الصحه النفسيه سلبا هذا بيجيبنا شوي ل يعني فكره على ايش احنا نلقي او نلقي الضوء أو بأيش مهتم لما بنحاول نعطي تعطي علاج لأسرة فإحنا بنطلع على مجموعة من العوامل اللي هي طبعا هي تؤثر على طريقة الأسرة في مواجهة الأزمات فإحنا بنحاول أن نلقي الاهتمام او نعير الاهتمام لطريقه الاسره في التعامل مع مشاعرها طريقه الاسره في اداره الصراعات المبنى الاسري من ناحيه السلطه وممارستها والادوار والحدود والمرونه كما ذكرنا قدره الاسره تكون قريبه من بعض او بعيده عن بعض هذه كل عوامل بالاضافه للموارد النفسية الموجودة عند نقاط القوة عند الأسرة كلها تؤثر على طريقة مواجهة الأسرة للأزمات فزي ما حكينا الأزمة تطلب أنه يكون في قدرة عند أفراد الأسرة أنه يتفهموا بعض يقدروا يتيحوا المجال للاخرين اللي موجودين بازمه إنه, انه يعبروا عن معاناتهم يكون في دعم مناسب لكل فرد من افراد الاسره وكمان لا يقل اهميه القدره على الاستعانه بموارد خارجيه سواء عائله موسعه او مهنيين علاجيين او مؤسسات اخرى نعم طب دكتور هيك بهمني جدا اسالك يعني الوعي في مجتمعنا بالتوجه للعلاج الاسري يمكن احنا في مكان جيد بكل موضوع التوجهات الفرديه وان كانت الازمه مرتبطه بشكل او باخر بالعلاقات الاسريه، هل يعني تتوجه العائله ككل ام انه مثل ما حضرتك ذكرت ممكن فرد يتوجه ومن خلال حديثك معه في الغرفه العلاجيه تستدعي باقي افراد الاسره؟ غالبا يعني لا العائلات يعني لليوم كافراد بمعنى او بيوجهوا حدا من العائله مثلا اذا طفل من الاطفال او فرد معين بتوجه وعمليه الاقتراح اقتراح نوع العلاج النفسي الاسري اذا المعالج النفسي بشوف انه هذه العائله ممكن يكون تستفيد من علاج من هذا النوع بيتم يعني طرح الإشي عليها وغالبا ما فيش اعتراض طبعا في حالات معينه لما في مقاومه لهذا النوع من العلاج لاسباب مختلفه بصعب يعني مش بكل الحالات ممكن نعمل علاج نفسي اسري اذا فيش تعاون وقبول لهذا الموضوع نعم، إذا في حالات الانفصال على سبيل المثال، هل عم بتلاقوا قبول من يعني من الأب والأم اللي انفصلوا متواجدين يمكن هيك في أماكن مختلفة بأن يعني يكونوا شركاء بالغرفة العلاجية لحتى يحسنوا من الصحة النفسية هن على مستوى الأفراد وأيضا لأبنائهم <applause> إيه هذا موضوع يعني شكل تحدي كمان في بعض الحالات انه في تعاون اكبر بس يكون تعاون مشترك بمعنى ممكن تكون جلسات منفردة متوازي إيه فموضوع الطلاق هو موضوع كبير يعني والانفصالات وكمان لازم كمان ذكر انه اليوم يعني في في بدايه حديث يعني عن العائله الجديده يعني اليوم العائلات صحيح آه هي مش العائلات التقليديه اللي اليوم في عائلات اللي هي فصل اول وفصل ثاني ومؤلفه من جديد وانفصالات و عائلات اللي بتمتد بطرق مختلفة كمان عائلات اليوم اللي هي مش بس مبنية على النموذج التقليدي رجل وامرأة وهكذا فيعني القضايا قضايا بتطلب توقف عندها يعني أكثر فيعني في اليوم حاجة ننتبه إنه العائلات عم تتغير بما في موضوع الانفصال وكمان العائلات اللي بتنفصل وبتتالف من جديد فبصير في يعني صحيح اكيد رح نطرح ايضا لهذا الموضوع عديد. في لقاءات هيك في المستقبل القريب دكتور اخيرا نصائح من حضرتك ورساله حابب بتقدمها لمشاهدينا اللي هيك بيهتموا ايضا بمتابعه هالفقره لاهميتها بما يخص موضوع العلاج الاسري <applause> دائما عندي شوي تحفظ على موضوع النصائح بس بمعنى انه يعني بيفترض <applause> انه في معرفه جاهزه بس ممكن نقول انه كلنا ننتمي لعائلات يعني هذه التجربه اللي كلنا خبراء فيها بشكل او باخر طبعا والعائله هي دائما جزء من جزء من المشكله وجزء من الحل جزء مشكله, مشكلة جزء من الحل فبالتالي يعني بدعو انه اليوم كمان العائلات انه ياخذوا بالاعتبار هذه ال 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 الامكانيه اهميه انه يعني يتطلعوا على انفسهم كمنظومه كامله اللي قد يعني تنجح وقد تواجه وقد تكون لها قدرات تكيف مع الازمات واحيانا قد يعني تتراجع قدراتها كمنظومه كامله في التعامل مع الازمات وعشان هيك طلب المساعده يكون يعني على مستوى اسري مش بس <نص> UH> انه تقديم مساعده لفرد محدد من راح. نشكر تواجدك معنا في هذا مالك. الصباح وقفتنا كثيرا هيك ونورت يعني عقولنا فيما يخص موضوع الصحة النفسية وبشكل خاص العلاج النفسي الأسري شكرا لك دكتور مصطفى قسقسي سعد صباحك شكراً شكراً. وألف شكر طبعا لقسم الصحة النفسية ومركز معنا في مستشفى الناصر الإنجليزي إحنا رح ننتقل لمشاهدين لحتى نتابع تقرير تكريم فرسان الضاد ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا تحت رعاية مجلس طمرة المحلي برئاسة الدكتور سهيل ذياب وبإشراف المكتبة العامة تم تبني مشروع فرسان الضاد للكتابة الإبداعية وهذا بتدريب أديب الأطفال الكاتب محمد بدارني حيث تم في نهاية المشروع تكريم مجموعات طلابية كبيرة من مدارس مختلفة في طمرة علينا تشجيع الكتابة القراءة وأنا بطلب من كل الأباء والأمهات المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس تشجيع الكتابة والقراءة واليوم تفاجأنا في كتابات لطلاب صف سادس ولا أروع هاي الدورة انا حسيت انها كثير قوت من بنتي من التعبير صار صرت احس انها عم تطلع الشغلات من جواتها بطريقه مرتبه اكثر معبره اكثر حسيت انها زادت كل كل لقاء كانت تيجي كانت تروحي كثير مبسوطه كانت تتروح كثير مستفيده لهيك انا كثير انبسطت بها بهاي اللقاءات جاء الحفل الختامي بمثابة كنز ابداعي ثمين حيث ألقى كل مشترك في الدورة أمام أهله ومعلميه كلمات من وحي خياله وكتابات مزينة بأجمل الأساليب البلاغية لأنها محاكاة بالمشاعر الصادقة النابعة من ثغر الطفولة. كان هدفي إني أطور الإثراء اللغوي يكون عندي تعابير مجازية جديدة وعشان هي لغة خالدة ولغة القرآن الكريم كمان. كم أحبه كم أحبه حين أعزف على البيانو. وكم أحب حين تتراقص أصابعي بخفة فوق أوتار البيانو وكم أحب حين تلتقط مسامعي ألحان البيانو قصتي مع البيانو قصة قصيرة لكن مثيرة أرض الوطن محفور بل مرسوم على جبينها وجنة الدنيا بين ضلوعها ترحم وتعطف وتساعد وتنسى هي سندي لا يوجد مثلها فإني أشعر إنها ملكي ولا أسمح لأحد بلمس مشاعرها منذ أن أتى على الدنيا وبدأ بالبكاء، فتح بقلبي باب كان مغلقا، ولم أكن أدرك أنه يوجد شيء كهذا لدي، وبعد ذلك الحين بدأت حياتي أجمل مما توقعت، ودام الحب مزهرا وعاملاً في قلوبنا، قلبه كبير، حبه أكبر، حنانه يوسع الدنيا وما فيها، حينما فقدتك شعرت أن الدنيا قد أظلمت، فضاقت بي السبل، صحيح أنني فقدتك، لكن روحك تنبض في روحي. الصداقة شخص يفهمني مهما بعدت المسافات، يفهمني في كل الاوقات، يثق بي بكل اطمئنان، هو الصديق والاخ والانسان. اللغة العربية رنانة لينة وقريبة من القلب، وتغزو كل روح، فكما قال شاعرنا احمد شوقي متفاخرا: "ان الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد". فرسان الضاد مشاهدينا دورة في الكتاب الإبداعي التي تهدف الى تعزيز مكانة اللغة العربية وتقام بعدد من المدارس العربية في البلاد بمبادرة الاستاذ محمد بدارني واسمحوا لي اصبح بالخير على الاستاذ محمد بدارني وعلى فارسات الضاد المتواجدات معنا في الاستوديو سعد صباحكم صباح الورد اهلا وسهلا فيك استاذ محمد طبعا حضرتك اديب اطفال ورئيس تحرير مجلة الحياة للاطفال يسعد صباحك اهلا وسهلا وفارسات الضاد المميزات والمبدعات من دياب اهلا وسهلا فيك الخير. بسم الله صباح الخير بس ملا حجازي يسعد صباح صباحك وأيضا معنا حورية حجازي أهلا وسهلا فيكم استاذ محمد يعطيكم ألف عافية يعني هيك التقرير ورجانا جزء من هذا النشاط الجميل جدا واللي احنا جدا نفتخر بداية باستضافتكم وأنه يقام داخل بلداتنا العربية ومجتمعنا نتحدث مجددا عن فرسان الضاد وعن تأثير هذه الدورة على يعني إبداع هذا الجيل الواعد والصاعد واضح هذه المرة أنا أشعر أنني أه أكبر جنرالات العالم من حيث أنني معزز وفي حضرة فرسان الضاد حقيقة في المرة السابقة كنا ضيفين أما هذه المرة فثلاثة فرسان من فرسان الضاد من طمرة العامة هذا شيء يثلج الصدر طبعا قضية الفارس ويستل سيفه من غمده أما فارس الضادي فيستل قلمه من غمده ليست جمله عابره بين ثنايا هذا التعبير افكار وقيم وثقافه فباختصار شديد قياده مجتمع يصنع غدنا الجميل فرسان الضاد قبل ان يصبحوا فرسانا هم عاشقوها عاشقوا عروس اللغات وتورطوا في حبها وكانت الدرجه الثانيه ان بداوا الحياكه والتطريز حول مائده الادب في كل مكان لكن الدرجه الثالثه اصبحت من حماتها من حمات هذه العروس الجميله من كل الدخيلات عليها ومن الثقافه العامه اللي انا اتعلمت منهم انا مدين بالشكر لهم ليش انا بشعر بالسعاده كل مره لانه في مقايضه انا احاول ان اعلمهم بعض الحياكه والتطريز في الادب لكن قضيه التجذر بالارض لها نكهه خاصه وعطر خاص اخر غير انا عطر اللي انا بشوفه في وطني فتعلمت منهن اوجه جميله اخرى للوطن وتجذر جميل للوطن وكانت الهمسه كي تتجذر يا استاذنا العزيز في الوطن عليك ان تتعلم التحليق وتصطاد النجوم وعليك ايضا ان تبحر في اعماق المحيطات اذا لم تجد التحليق عاليا فوق القمم ولم تصطاد اللؤلؤ في بحر الضادي فأنت متجذر عادي وهذا ما أسعدني الله يعطيكم ألف عافية ويعني على هاي الإبداعات وعلى هذه المحبة والتقدير من السيد محمد رح نحكي مطولا أستاذ محمد وهيك رح نسمع أيضا الفارسات بس بداية نتعرف عليك ومنا نسمع بأي صف أنت قديش عمرك علاقتك هيك الوطيدة باللغة العربية وانت بلشت وكيف عم بتعززيها أنا صفي السادس عمري 11 سنة بلشت باللغة اللغة العربية من وأنا صغيرة كثير بس حبيت أطورها أكثر وأشغل على وعشان أحميها كمان حلو مين بيشجعك منا يعني تشجيع الأهل في المدرسة قديش هيك داعمين لهذا الارتباط الجميل اللي عم يعني هيك تمارسيه مع اللغة العربية أنا أهلي بشجعوني ومعلميني وصحباته يعني إنه دايما بقولوا إنه لازم تكملي بلشت بإشي لازم تكملي للآخر مش ده. توقف حلو رائع بس ملا كمان هيك نتعرف عليكي عمرك بأي صف وشو علاقتك باللغة العربية وقديش بتحبيها <applause> إيه اسمي بس محمد حجازي إيه عمري 11 سنة وبالصف السادس أنا من صغري بكتب وكثير بحب اللغة العربية وقت لما بكون حزينة بحس كلمات الكتب بتدخل على قلبي اللي بتوسيني ما أحلاكي الله يبعد عنك الحزن ودائما تكتب بس بالمناسبات السعيدة حورية كمان نتعرف عليك بأي صف علاقتك باللغة العربية مين عم بدعمك إنك تستمري اسمي حورية عمر حجازة أنا صراحة اليوم طبقت ال 12 سنة كل سنة وأنت سالمة أهلا 120 يا رب <applause> ان شاء الله آه هو انا من مدينه طمره يعني ممكن اقول لكم انه انا من مدينه طمره انا ساكنه فيها بس بالحقيقه انه طمره ساكنه بقلبي ما احلاكي آه ومن مدرسة من مدرسه ابو الرمان هو اللي شجعني بالاصل معلمتي واهلي هيك كانوا حوالي عم يشجعوني اكتب حسوا كتاباتي حلوه بلشوا يشجعوني يعني هو من من وانا صغيره وانا احكي باللغه العربيه، بس انا هيك عم بطورها عشان تصير لغه احلى وتصير لغه العالم، تصير اكثر واحلى لغه بالعالم و وبالتاريخ كله. رح نسمع كمان شوي هيك كتاباتكم وخواطركم وهيك ابداعكم باللغه العربيه، استاذ محمد يعني الاهتمام بلغتنا العربيه بالذات وبشكل خاص يعني بكل موضوع تزويد جماليات اللغه والابداعات في نفوس هاي الشريحة الجميلة من يعني أبناء هذا الجيل بمجتمعنا حقيقة أنا طبيعتي لا أرى إلا النصف المملوء من الكأس ذلك لا يعني أنه لا يوجد نصف فارغ في كأس وضع طلابنا مع اللغة العربية لكن لن أخوض هذا الحديث أنا كل ما أرى جمال أحاول أن أقرأه وأبوح به أمام الملأ فقضية آه الألف طالب من الخوامس والسوادس والسوابع والثوامن والتواسع حتى في المكتبة أبو سلمة في الناصرة في منتدى جيل تاسع وعاشر يعني أثبت لي أنه آه جماليات اللغة العربية هي ساحرة لدرجة أنها تفتت الصخر وعندها استوعبت لماذا عصر الراعي لا ينبت الا قرب الصخر قرات يوما حب محمود درويش لزهر اللوز وانا لدرجه كل ما اسمع تعابير كتابات وستدهشك ما سيقرؤونه بعد ما كتبوه باقلامهم قلت لنفسي لا يوجد مكان الا ورق اللوز والابيض يدخل في الزهر هناك سنكتب هذه الكلمات بل نرسمها بل نعزفها لهذا الدرجة يعني أنت لما تصل إلى طالب الصف الخامس أحيانا يبارز معلمه في الكتابة والتعبير وشحن كل هذا الجمال في كتابته فنحن في الطريق السليم وبهذه المناسبة أنا علمت سرا أمس أن حورية تبلغ اليوم في عيد ميلادها في هذا السن وفي شغلة صغيرة اللي هي وردة جورية الوردة الجورية تدخل ضمن مشروع فرسان الضاد أنا ألتقط صورة لكل فارس من فرسان الضاد يجيب ويشفي سؤالي بإجابة شافية والصورة مزبوط هي وردة مش طبيعية لأنه بقدرش كل مرة آخذ وردة ذبلاني فبآخذ وردة مش طبيعية إنما شبيهة ولكن كتابات الطالب وخواطره تحييها لهالوردة فأنا قلت سأفاجئ باسم طلابنا وفرساننا رفيقتنا وزميلتنا الأخت حورية هي هدية عيد الميلاد شكرا أحلاك إن شاء الله دايما دربك تكون مكللة بالورود الجميلة أستاذ محمد رح نحكي يعني هيك مطولا كمان عن كيف عم نقاوم <applause> عصر العولمة والتكنولوجيا والشبكات الاجتماعية وعم نشوف هاي الإبداعات بس اجى الوقت إنه نسمع من الفارسات إيه منا نبلش نسمع هيك ايش حابة تسمعينا من كتاباتك يلا ابهرينا وقعت في حبها ها أنا أشحن كلماتي بالحزن والغضب أسافر في قطار اليأس على سكة لا عودة منها أحيك شيحا من القوة والعزيمة لأحمي مدينتي وأهلها القدس يا عشقي وحبي الأبدي يا ملهمة البشر درب السماء يا من جذبت واستقبلت إليك الناس يا وطني الغالي يا عاصمة الخضراء والأبدية لفلسطين وأهلها بل عاصمة المعمورة كلها أنت الأم التي تلم شمل أبنائها وتحتضنين شعبك وكل الزوار والحجاج في كل صباح تقبل الشمس جبين صخرتك فتزيدك بهاء وجمالا هناك الكثير من الذين خاذلوك وبيعوك وتآمروا عليك ولكن من شرب من ماءك وداس جبين مصلاك لا ولن يبيعك لا ولن يتخلى عنك ستبقين أغلى من أرواحنا فأنت الروح والنفس الذي نحيا بهما يا ليتك يا قدس تعودين إلى أحضاننا وينعم الناس بالصلاة قرب صخرتك وينشدون باسمك تحيا القدس بكنائسها ومساجدها يا مصر الرسول يا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين فيك تحتضن كنيسة القيامة المسجد الاقصى دليلا على وحدتنا وتآخينا يا قدس يا عاصمتنا الأبدية ما اروعك يسلم ضمك وهالعبارات ويعني نيال القدس بهذا الوصف رح نحكي اكثر عن هاي الخاطره بشكل خاص نسمع بس ما كمان شو حابه تسمعينا يطيب لي ان القي على مسامعكم خاطره تراقص في كتابتها قلمي المتواضع بعنوان الصمت والرفيق ايها الصمت لماذا اجتزت حد الجفون وغصت خلف بحار العيون يرعاك في عيني سواد قدمت لقلبي وظيفة تمزق منه كل الفؤاد فما أصعب أن يلازمك الصمت وعندما تجرؤ على التكلم يكون كلامك بلا صوت الصمت سر على القلب عميق يخنق القلب في كل ضيق صحيح أن قلبي أحب التكلم وأن يفضفض لينسى التألم لكن لا زمن الصمت حتى تخيلت نفسي قريبة من الموت فأتيت إليك يا رفيقي لأنسى الجراح فكن لعمر بعاث الصبا والهوى أتيت بلا ملف الذكريات المديد لأبدأ عمري من جديد أحببتك يا صديقي لأنك حاولت نكأ الجراح وإبعاد عهد النوى والنواح لكني نسيت ولم أبالي أريد أن أدع العيش يحلو على مهله وتسألني لماذا ولا تسأل قلبي عن شغله وهبدك سري فلا تلاقيني بغير الذي جئتك من أجله ما أروعك هاي بعيدة عن أن تكون كلمات متواضعة رائعة حرية نسمع كمان منك يشرفني أن ألقي على ما سمعكم خاطرتي التي تعبر عن حبي لأمي خاطرة أمي إذا سألتني عن عنوان السعادة والحنان فسأقول لك قلب أمي وإذا أخبرتني عن الدفء والإطمئنان أجبتك حضن أمي وإذا أخبرت عن إذا أخبرتني عن مصدر الحب والهيام فسأهمس لك قبلة أمي فأمي هي أنهار لا تنضب ولا تجف أمي هي بنك للإخلاص والوفاء امي يا قمرا باهرا نار دربي امي يا من اسعفتني بدواء حزني امي عندما اراك ارى جنان الله امامي امي يا اجمل كلمه نطقت بها شفتاي امي يا افضل واكبر مدرسه في حياتي فانت مصدر حبي وتربيتي ونور علمي امي 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 مهما حاولت ان اصفك فلن استطيع فهذه الاوراق لن تحتمل أطنان الحبر الذي سيلقى عليها ومع كل هذه الأطنان فأنني لن أستطيع شرح مدى حبي لك ومدى روعتك وحنانك ابنتك البارة حورية ما أروعك رائعة رائعة حرية يعطيكم الف عافية يسلم إلقائك وقلمك، أستاذ محمد يعني احنا لما عم نشوف هاي الطاقات وهي الإبداعات عم نكون مطمئنين على مكانة اللغة العربية، ولكن يعني هذا الموضوع أيضاً جداً هام، كيف عم تقدروا من خلال هاي النشاطات هيك تقاوموا بمعنى كلمة مقاومة استحواذ الشبكات الاجتماعية ويمكن ابتعاد طلاب المدارس وهاي الشريحة من الشبان والشابات عن الكتاب والقصة وكتابة الخواطر؟ المكتبات العامة كانت الرافد الأول اللي من خلاله التقيت بأحبة الصغار ليه؟ يعني بالتالي بظروف الردة في المطالعة نحتاج لتضافر الجهود فالمكتبة العامة التي ترصد روعة وأهمية هيك مشروع تستضيف هذا المشروع مرات لست مدارس ست مجموعات فأنا بدأت أتعلم كيف أقطع ذاتي إلى عشرين قرية فأتنقل في طائرة الهليكوبتر أحيانا ولا أبالغ من موقع إلى آخر الله يعطيك العافية والجميل زي ما في حب لإلي ولكل مواطن في هالوطن الجميل أنه يتذوق من برتقال يافا ومن فراولة قلنسوة ومن زيت الزيتون في عين ماهل ومن بطيخة عرابة ومن رماني كفركنة أنا أشعر نفس الشيء بقضية حين أزور أم الفحم أو كفركنة أو أزور تمرة أو أزور عين ماهل أو أزور عرابة أو أزور ترشيحة أو أزور هاي آه كل القرى والمدن اللي يقام فيها هذا العام هذا المشروع فأشعر بإنه كلمة حق تقال ما زالت تقال وعليها ان تقال امام الملا مركزة اللغة العربية او معلمة اللغة العربية التي ما زال ينبض قلبها بحب طلابها وحب الوطن والشعب نضرب لها تحية مدنية واخرى عسكرية لانه لولاها لم التقي بهكذا فرسان وفارسات صحيح والمدير والمديرة التي تعطي كل الصلاحيات وتدعم وتكون سند ومدد لهيك مشروع وهيك نشاط وهيك فرسان بغض النظر إذا التقى فيهن لأنه في الساحة في كم أديب وكاتب يبدعون يمكن أكثر بكثير من محمد بدرني وينتجون فرسانا وكتابا وحماة للضاد فأنا لهم أيضا أرفع قبعة وأقدم تحيتي وبهذه المناسبة أكون صادقا تنقلت من مكان إلى مكان وقالوا في المرة السابقة لقد شاهدنا المقابلة في قناة مساواة وكم هذه الرائعة التي استضفتكم شكرا كلمة حق بأنه لها الأسلوب الجميل كيف تدخل إلى قلبها دون ما استئذان هذا للطلاب لأن التجربة الأولى ليست سهلة طبعا. فهذا الانتماء الواحد أنا لست وحدي في الساحة ولست وحدي أفلح في الحقل ولذلك سمحت لنفسي أن أحضر درع الحياة للأطفال لقناة مساواة بكل طواقمها وأنا أعرف من خلف الستار <applause> ومن هم الجنود المجهولين فتحية من القلب وانا لا اريد ان اذكر الاسماء. الف شكر إيه. لكم على هذه اللفته الجميله وهذا من واجبنا يعني من اهتمام او اولويات اداره قناه مساواه يعني انه نورجي العالم بدايه هذه الابداعات ونمكنهن بطريقتنا المتواضعه والخاصه، قبل ما ارجع للفارسات استاذ محمد نحكي شوي ونوضح للمشاهدين عن يعني صيروره هذه الدوره، م. بدون شكل اليوم عم بسمع هيك منه وحوريه وبسمله عم ينبهر بهذا م. المستوى، هذا مش إشي مفهوم ضمنا بجيلا، م. استعمال هاي التعبير وهاي مم. الاوصاف اللي هيك مم. بتدخل القلب والاذن مم. بدون استئذان مم. كيف عم بتكون هاي الصيروره لحتى نوصل لهذا المكان المشرف هل سمعتي يوما عن مجنون ليلى طبعا ايه فاذا كنت بين قوسين مجنونه لحبك للضاد فستاتي كل العجائب كيف انا ادخل مع وردتي <applause> يعني موجودة في محفظتي حين أدخل دائما ومنها يفوح العطر ففي البداية تبدأ البداية أنا أحدثك قليلا ولو قليلا على طرف المعلقة كما يقولون من لقاءاتنا ففي اللقاء فجأة وتفوح خواطر فرسان الضاد ونبدأ بقضية التشبيه فبصير الطالب وفارس الضاد لا يتسلح إلا بأفعال الشحن والنهوض والتحليق والغوص والرياديه وقطف النجوم وكل هذه تصبح من قاموسه فتضيف جمالا فهو بيصير عنده ثقه بالنفس ذاتية لدرجه قد يجوز انه يصل فيه الشعور انه يا شمس تريحي حان الوقت لاجلس مكانك في اللحظه الثانيه اقول لهم المهمه الاولى عودوا إلى أهاليكم وتحدثوا بالفصحى الجميلة مع أمك أو أبيك وعليك في اللقاء القادم أن تسعفين بهذه التجربة ففجأة أنا أجند من لم أره أجند الأم والأب والأم تتحدث بمرات روح الدعابة وأنا أضيف على روح الدعابة أيضا البهارات وأقول لهم أحد الطلاب في إحدى القرى قال لي أمي قد أغمي عليها لأنها لا تجيد الفصحى وآخر قال لي أخرى قالت لي أمي لحقت بي كلما ذهبت إلى مكان لأنها تجيد الفصحى وتحب الفصحى فقد لم لا تريد أن تتركني قلت لها أنا أريد أن أشارك زميلتي في عيد ميلادها وابدا لم تتركني ولحقت وحضرت الاحتفال جميل جميل فقصدي انا انه هاي العناصر ما بين المكتبه العامه وما بين المعلم والمركزه والمديره والمدرسه وقناة مثل قناة مساواة التي تنتمي لها الفرسان الفرسان معا تشكل هذا الرافد من النهوض من جديد ونحو صناعة الفجر الجديد رائع وإن شاء الله هيك بتضلكم بهاي الهمة وبهاي مم. الطاقات إيه كان نرجع للصبايا منا إحنا رح نسمع كمان مقطع في كمان خاطرة محضر لنا إياها مم. في مجال بس اول شيء اسالك على مشاركتك بفرسان الضاد بهذا المشروع إيه عم نسمع هيك من, من استاذ محمد قديش هو فخور فيك وقديش عائلاتك ايضا وبلدك عم بدعموكو إيه شو اكتسبتي من هاي المشاركه شو غيرت فيك او اضافت لك لما فوت هالدوره ما كنتش متوقعه إيه سوف اخذ كل هذه التعابير والكلمات الجميله من اديبنا ولم أكن أتوقع أن سوف أتعلم إيه هذه المقاطع التي سوف أكون منها قصة أو إيه تعبيرا لكي أصنع إيه شيئا إيه لأمي أو إيه لعائلتي ما أروعكم ما اجمل هالوصف وهالتعبير بدنا <applause> نسمع كمان مقطع قبل ما الوقت يداهمنا اذا مجهزي شيء مجهزين لنا كمان شيء لا طيب إيه بسملة ما غلطتش بسملة إيه كمان انت شو اكتسبتي من مشاركتك بهذا المشروع شو عم بغير فيك حتى على مستوى يعني تواجدك بالصف بالمدرسه قديش محيطك القريب وزملائك ومعلمينك حاسه ان انت انه انت تطورتي باستخدام اللغه العربيه وبابداعك في هذا المجال بالبدايه المشروع فرسان الضاد كان للتشجيع على القراءه وانا يعني عن جد انه انا كثير كنت احب اقرا بس لما دخلت هذا المشروع صارت القراءه جزء يعني من مني انا يعني مش بس كماليات بالحياه وبالحياه اليوميه وكمان القراءة خيرت لي أنه بتنمي الفكر عند الإنسان والقيم وهيك وكثير يعني أنا حبيت المشروع كمان كنا نقدم لأديب الأطفال أستاذ محمد بدارني بكل أمسية مع حضرة الفرسان تعابير وخواطر وقصاد ويعني عن جد قصص حلوه وجميله بتعابير مجازيه وجميله وفيها فيها نكهه تمرويه غريبه ما رائعة حريقي كمان منك بحب اسمع شو هيك غير فيكي مشاركتك بفرسان الضاد شو اكتسبتي من خلال هاي اللقاءات وهي الدوره هو انا لما المعلم اختارتني انه اكون فارسه من فرسان الضاد كانت فرحتي انه لا توصف كنت كثير سعيده في أول لقاء لنا في فرسان الضاد اجتمعنا حول مائدة الأدب وقد كانت مملوءة بكل الأطباق من ناحية الأدب والعلم وكل شيء لن, لن تتوقعي ولن تستطيع أن تتخيلي مدى إيه كيف كانت هذه المائدة كل طبق كنا نتناوله قد كان أشهى من الآخر بعلمه وأدبه وخواطره وقصائده وقصصه وعندما كان يقدم لنا أديب الأطفال وردتنا المحبوبة كنا جدا سعيدين جد فرحتنا لم تكن توصف لأننا أصبحنا أصبحنا حماة إيه ليس فقط فارسينا إيه نحن أصبحنا حماة نحمي لغتنا العربية من دخلائها هي لغتنا لغة الضاد لغة الإسلامي لغة القرآن لغة رسولنا لغة الأدب لغة العلم لغة الفن لغة كل شيء هي اللغة العربية ما شاء الله عليكم، إن شاء الله دائما تقدروا تحافظوا على مكانة اللغة العربية، منا المستقبل لما أنت بتطلعي على المستقبل قديش بتشوفي إنه هاي مش مرحلة عابرة يعني هيك حبك للغة العربية وكتابة الخواطر ويمكن الأشعار والقصائد في المستقبل رح تضل هيك مرافقتك. لما بفكر بالمستقبل أصعد على سلم أصل النجوم العلمي وأقطف منها لأحيك عقدا أو أصنع عقدا لمستقبلي أفكر ماذا سأكون في المستقبل هل سأكتب القصائد أم سوف أكتب الخواطر ماذا كنت سوف أكتب في المستقبل هذا لا يهم أنا أكتب الخواطر الآن في المستقبل ممكن أن أكون كاتبة عظيمة وكل هذا يتعلق في مرحلة الآن إن شاء الله تقدري هيك توصلي وتحققي احلامك واحنا نفتخر بانك تكوني اديبه وكاتبه هيك وهقول انا قبل كثير سنين كانت ضيفتي منا بس ملا كمان اسالك عن المستقبل قديش يعني هاي مش مرحله عابره انت رح تستمري في القراءه في المطالعه في الكتابه ووين بتشوفي حالك مع اللغه العربيه بالمستقبل؟ انا كثير بحب اللغه العربيه طموحي بالحياه اني اصير كاتبه ومعلمة لغة عربية كمان المعلمة اللي بالمدرسة كانت كل وقت تشجعني ويعني وتحفزني على هاي اللغة وتعطيني عن جد يعني مفاتيح العوالم أنا ما كنتش أتصورها معلمة عنود وكمان أستاذ محمد بدارني ما بقدرش أنساه كمان يعني كان مرافقنا كل المسيرة اللي إحنا خضناها بفرسان الضاد وأنا بطمح انه من تعابير والسلاح اللي سلحنا فيه اني اصير كاتبه ان شاء الله تحقق هذا الحلم حريه كمان المستقبل واللغه العربيه كيف رح يلتقوا سويه هيك في في مسارك الخاص هو انا ساجعل اللغه العربيه صديقتي الدائمه لن افارقها فهي لغتي ولغه اجدادي التي اورثوها الي هي اكثر واغلى واثمن كنز وجدته في حياتي اللغة العربية هي رفيقتي صديقتي صديقتي التي لا تخونني لغتنا هي أجمل اللغات في العالم لا أعرف كيف أستطيع تركها فأنا لن أستطيع فلن أستطيع تركها في الأصل لأن هذه لغتي وأنا أحبها وقد احتلت مساحات شاسعة من قلبي رائع يا جماعة إحنا بألف خير وقد ما يحاولوا يهمشوا اللغة العربية ويشوهوها مع هاي الطاقات وهذا الإصرار إن شاء الله دايما رح كلغتنا تحافظ على مكانتها أستاذ محمد لما عم نسمع طموح هيك الصبايا وإصرارا بأنه بالمستقبل يبقوا في هذا المسار ونشوف إن, إن, شاء الله أديبات وكاتبات هيك على مستوى مشرف قديش هذا ما زال يحملكم مسؤولية بمعنى إحنا أيضا ما بدنا هاي نشاطات تكون لمرحلة زمنية معينة وتكون عابرة كيف رح نقدر نستمر في هذا المسار. حقيقة انت لمستي حتى صراع داخل قلبي انا بانني لا اود ان اصنع من كل طلابي كتابا وادباء بقدر بنفس القدر اود انه يقتحموا قمم السماء في العلم والفني فمن جهة انا اخوض هذه التجربه وانا خلفيتي كيمياء وصيدله صحيح. تحدثنا أه؟ سابقا حدثنا هذا تحدثنا سابقا وبذلك اقول على كل من يود ان يتعلم موضوع علمي او غير اللغه العربيه والاداب مه. ان يتسلح حتى اكثر من غيره باللغه العربيه وذلك لا يعني اذا صنعت منهم فرسانا للضاد ان يتوجهوا فقط للمواضيع الادبيه مه. انما انا اشعر انه هذه زي روح الحياه روح صحيح. القلب عطر آه. القلب ان اتحدث باللغه العربيه الجميله فانا علي ان اشحنهم بحبها وهي ستؤتي ثمارا ان شاء الله المشاريع المستقبليه وهيك يمكن تفكيركم بتوسيع نطاق مشروع فرسان آه. الضاد آه. آه. طبعا قضيه الاصدارات كل مره اصدار من جديد هذا ليس الا مولود جديد صحيح انما منذ سنوات وهذا قد يعني يتطلب ميزانيات بدا الحلم الجميل بدا ولكن لست ادري ان كنت ساحققه ان اقيم قناه تلفزيونيه للاطفال. الله فاذا هنا وهناك بين حين واخر تلمست الطريق كيف انفذ هذا الحلم. فسأكون اسعد خلق الله على وجه البسيط صار في عندك جنود ايه نعم. يساهموا <applause> في أنا هذا المشروع نعم. ايه. رائع ان شاء الله تقدر تحقق هذا الموضوع استاذ محمد نحكي كمان عن مجله الحياه للاطفال ايه. وعن ام. هاي هيك المحطه الهامه جدا اللي ايه. اثرت فينا جميعا وما زالت هيك الاجيال ايه. الصاعده كمان ايه. تقرا وتطلع ايه. ايه. شو بتحب تحدثنا؟ بدون شك كمان في صعوبات كثيرة آه. وفي آه. تحديات وعم تقدروا بمجهود جبار انكم تتجاوزوها. نعم. خلينا نرجع لأبلغ تعريف لأدب الأطفال اللي جزء منه كان لي لمسات في هالصياغة بس الجزء الأكبر يعود إلى أصحاب التجربة ويعرفون أدب الأطفال الكلام الجميل الذي يحدث في نفس القارئ المسرة ويمنحه معاني الحياة حكاية الكلام الجميل يدخل فيها عناصر التشويق اللي في القصة يدخل فيها ما تشحنه من ثقافة يدخل فيه الإلقاء كل جماليات اللغة تدخل في الكلام الجميل فإذا كان أنا من صناع مجلة تجمع بين دفتيها قصة من أجمل قصص شعوب الأرض التراثية وقصيدة لكل شاعر عربي في العالم العربي وردة وعطره وزاوية علمية تحث القارئ على الغوص في بحر العلم و يعني في تجربة علمية وفي مرات حزيرة عليها أن يدخل ويحلها وفي أحيانا تعريف على مسرح الطفل في ألمانيا أو, مسرح أو امكانيات سياحية في باريس أو في العالم فأنا من جهة لا أقوقعه في عالمنا العربي في إثراء ب... في إثراء يعني من هذه الثقافة الإنسانية جزء من ثق... مننا نحن ننتمي شاء أم أبو من يشاء نحن ننتمي للمجموعة الإنسانية العالمية ونحن جزء منها ونحن اخرى مره حابين انه موسيقى بيتهوفن وموسيقى موزارت ولوحات وموسيقى عربيه كمان وموسيقى العود وتاريخ العود وما شابه وباللوحات الش... اسماعيل شموت وفي عندنا رسامين رائعين طبعا ادخل وكمان يعرفوا الرسامين العالميين فالمفروض انا اكون طفل في الصف الخامس والسادس والرابع والثالث اتسلح بكل هذه المعرفه الجميله حتى اصنع منه محبا للكتاب ان شاء الله ضلك فهمتك أيه ومجهودك السلام. هيك لا أصلاً. لا اهميته بالذات على هيك نفوس واذهان هاي الشريحه الجميله من شبان وشبات مجتمعنا نبلش يعني نسمع من الصبايا كلمات اخيره رسالة حابين انكم توجهوها من نادي ابلش معك يعني مثل ما انا ذكرت يمكن اهتمامك وهي الـ الـ هيك المستوى المميز واللي فيه كثير ابداع اللي وصلت له باللغه العربيه مش شيء مفهوم ضمنا تعال نوجه رساله لبنات جيلك وابناء جيلك شو بتنصحيهن قديش اللغه العربيه لغه جميله ومهم جدا نحافظ على مكانتها طبعا اللغة العربية هي أول لغة على هاي الأرض بنصح كل بنت أو كل ولد بشوفهم إنه يضل متمسك متمسك بهاي اللغة ما يدشرهاش يحافظ عليها يحميها من الدخيلات وإنه يصونها هاي اللغة إن شاء الله بس أول إشي لغتي عروبتي فقد أمطرتنا السماء ضادنا بوابل من حبها فكيف ألا نعشقها فهي الجميلة العروس اللغات هي أسمى لغات العالم لذلك أوجه رسالة إلى كل من يشاهدنا الآن أن لا يترك هذه اللغة لأنها ستصون حياته وستصون قيمه الذاتية وأخلاقه ومبادئه ف اريد ايضا ان اتكلم عن الكتاب قليلا لقد اخترت الكتاب لان حياه واحده لا تكفيني هذه المقوله قد اثرت في كثيرا كثيرا اتمنى ان يتمسك كل ابناء جيلي باللغه العربيه مروعك وانتم اثرتوا في كثيرا كثيرا انا جدا سعيده انكم لبيتوا دعوتنا وشرفتونا اليوم حريه كمان منك تسمع رساله اخيره هو اللغه العربيه كيف ذكرت بسملة هي عروس اللغات هي اسمى لغه بالعالم يعني عن جد انه احلى لغه بالعالم هي اللغه العربيه انا بدي اوجه رساله لكل شخص اسا عم بسمعنا وعم بشوفنا ان يحافظ على اللغه العربيه وان يا يعني لا نريد ان تختفي اللغه العربيه فهي لغتنا ان نحافظ عليها ان نحميها من لغات الدخيلات ان أن نجعل لغتنا لا ندخل لغاتنا الآخرين، نكون نحن حماة لهذه اللغة، فرسانا لهذه اللغة، نبني لها قصرا كبيرا من حبنا لها، قصرا ونتوجها بأنها أفضل وأجمل وأحلى و... ماذا سأقول يعني أثمن وأغلى لغة في العالم مره علينا مره. أن نحافظ عليها وأن لا نتركها تضيع بين اللغات التي ضاعت سابقا يعطيك ألف عافية وشكرا على هذه المقولة الجميلة جداً, جدا واللي أثرت فيي وأنا واثقة بالمشاهدين كمان أستاذ محمد الختام مع حضرتك رسالة أخيرة كلمة يعني أخيرة يعني كأننا نستمع للأدباء في جيل الثمانين صحيح حكم لا يمكن إلا الوقوف بدهشة أمام ما سمعته إنما قد يجوز بعض الاباء والامهات يقول ابني ليس بهذا المستوى م -م -م. كيف لي انا أيأس اسفك عني انا اقول كلا ثم كلا كن قدوه واقرا كتابا ولو مره في العام امام طل... أبنائك, ابنائك كي تصبح قدوه وتحفزهم هذا الشرح مهم مستقبلك يا ابني وروح ادرس فدش بفدي... عليك ان يعني تقدم النموذج الجميل ولا تياس إذا بدأت وأخذت بيده، اعلم أن النتيجة قادمة لا محالة سيكون ليس فقط فارسا للضاد، بل سيكون مؤلفا للكتب وستحتفل بباكورة أعماله قريبا شكرا لحضوركم معنا نورتونا وأسعدتونا أستاذ محمد بدارني شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية على هاي الطاقة والمجهود وإن شاء الله دايما عيونك بتكون تجاه هاي الشريحة الجميلة من أبناء مجتمعنا وأيضا حفاظا على مكانة اللغة العربية الرائعات من نديا بس حجازي وحرية حجازي شكرا لكم ويسعد صباحكم وهيك مشاهدينا من هاي الفقرة المبشرة بالخير ومن الحفاظ على مكانة اللغة العربية. أيضا التوثيق والتصوير لبلداتنا العربية أيضا يحافظ هيك على تراثنا وعلى جمال هذه البلدات رح ننتقل لفقرة عين الكاميرا من قرية أجزم مشاهد من قريه اجزم قضاء حيفا وفقره عين الكاميرا ومن عين الكاميرا رح ننتقل للحديث عن صحه اعيننا وما يخص عالم البصريات واحد من التحديات الاساسيه اللي عم نواجهها وبدايه هو استعمالنا المكثف للاجهزه الذكيه وبالتالي هذا الموضوع ممكن انه يجهد اعيننا وايضا يسبب في مشاكل صحيه عن هذا الموضوع رح نتحدث مطولا مع ضيفنا سيد فادي خوري يسعد صباحك اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك حضرتك اخصائي بصريات خريج جامعه بنسلفانيا في الولايات المتحده ومحاضر في كلية سخنين بموضوع البصريات يعني مم. هذا أستاذ فادي كواحد من التحديات بالذات اللي عم بتواجه الأهل مع أبناء وأطفال نتعرف من حضرتك على أنواع الأضرار اللي ممكن أنه تصيب أعيننا باستعمال يمكن الهواتف الذكية وهي الأجهزة التكنولوجية أهلا وسهلا فيك وشكرا طبعا صباحك. للاستضافة بنامل أنه نقدر نضيف كمان لو الشيء القليل ل معلوماتنا او نثري معلوماتنا الطبيه بشكل خاص ان شاء الله اولا طبعا معروف انه النظر بشكل عام للمسافه القريبه لوقت طويل ومطول ممكن انها تؤدي لاضرار بنظر ال... بنظرنا مم. احنا بشكل خاص كبشر كان بالحري انه من المكان اللي احنا عم ننظر له في كمان هناك إشاعات اللي هي ممكن انها تصدر من 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 هذا المصدر اللي ممكن تؤدي ل ايذاء ولا اضرار ب باعيننا مهم جدا طبعا بالنسبه لابنائنا ولاطفالنا انه معروف انه الاطفال لحد جيل العشر سنوات بيكون النظر عندهم بمرحله تطور بيكون بعده النظر عم ببني نفسه بيتطور لهيك مهم انه النظر يتطور عندهم بشكل سليم وبشكل صحيح بدون ما يكون في عندهم مشاكل بالنسبه لهذا له الموضوع لذلك وجب علينا احنا طبعا كاهل انه ننتبه لصحه اطفالنا ليه الاجهزه النقاله بشكل عام يعني احنا ما بدنا طبعا نحكي على شيء خاص بس الاجهزه النقاله بشكل عام او اجهزه الكمبيوتر الحواسيب بشكل خاص ممكن انه تصدر هاي الإشاعات اللي ممكن تاذي صحه العينين مش بس صحه العينين كمان صحه النظر بالعينين فممكن الاضرار ممكن تكون بمنحيين اول اولا هو من ناحيه من ناحيه الصحيه بالنسبه للعين نفسها لمسطح العين الخارجي المشكله الثانيه ممكن تكون اضرار اللي هي اضرار بالنسبه للنظر من ناحيه الرؤيه نعم ف فال... وبالاخص عند الاطفال اذا كان في ضرر هناك الضرر ممكن يرافقهن كل حياتهن يعني صحيح. اضرار اللي هي ممكن تكون يعني صعب تصليحها بعدين صحيح لهيك ف... مهم انه نرفع الوعي بالضبط لهيك مهم أنت... صحيح معك حق مهم جدا انه نهتم لهذا الموضوع استاذ فادي يعني المؤسف انه ما عاد في هيك سيطره يمكن بعيدا عن التعميم ولكن المعظم عم يشتكي من هذا الموضوع ما عاد في سيطره تستحوذ هاي الهواتف ولساعات مطوله تستخدم وحتى يعني مثل ما بنسمع معلومه بدنا حضرتك تفيدنا اكثر في هذا الموضوع في فتره المساء او الليل يمكن الضرر يكون مضاعف والعين يعني تبذل مجهود اكبر لما بنستخدم هاي الاجهزه واحدة من الأشياء اللي ممكن إحنا نهتم فيها وننتبه لها إنه الجهاز النقال نفسه ممنوع يكون هو مصدر الضوء الوحيد بالغرفة مثلا مم. هاي واحدة من الأشياء اللي إحنا لازم نهتم لها ممنوع يكون هو المصدر الضوء الوحيد لأنه إذا كان هو مصدر الضوء الوحيد ممكن يزيد كمان الضرر هاي واحدة الشغلة الثانية كمان ممكن ولازم نهتم لها إنه لازم يكون في استراحات يعني ممنوع يكون اكثر من نصف ساعه 45 دقيقه بشكل متواصل لمسافه قريبه. لانه كمان هذا ممكن يعمل اضرار اللي هي بتطور النظر عند الولد. صحيح. الشغله الثالثه كمان ممكن نهتم لها انه وضعيه الجلوس مثلا او وضعيه النظر للاجهزه نفسها يعني لازم الجهاز نفسه يكون بزاويه 30 40 درجه تحت مستوى العين لانه هاي الاشياء اللي خلينا نسميها المثاليه اذا بدنا نمشي على مثاليه او ممكن نخفف من وطئه الاضرار هاي لانه خلينا كمان نكون واقعيين يعني احنا انه نمنع الأشي طبعا شبه مستحيل يعني بوضع او بعصر اللي صعب نمنع احنا يعني كيف بيقولوا التكنولوجيا التكنولوجيا في الها كمان حسنات آه حسنات والها آه ثمن اللي ندفعه صحيح. يعني ثمن هاي الحسنات الحسنات مش طبعا في الها كل شيء في له اله آه ثمنه وهي للاسف من الأثمان اللي احنا بندفعها بصحه اولادنا بصحه نظر اولادنا بصحة عينينا احنا كمان ككبار مه. ونظرنا صحيح طب استاذ فادي كل موضوع الاشعه اللي حضرتك ذكرتها اللي هي كتصدر من هاي الاجهزه والهواتف كيف ممكن نتفاداها او نتفادى يعني نسبه معينه منها استعمال نظارات على سبيل المثال او أيوة. هاي الامور ايوه اليوم صار في خلينا نسميه اختراع صغير اللي هو بيكون زي طبقه واقيه على بتيجي على عدسه النظاره مه. والطبقه هاي ممكن تعطينا الحمايه ممكن تخفف الاشعاعات انها تصل للعينين بشكل كبير جدا ممكن ومتواجده على فكره بمعظم محلات البصريات ممكن نتوجه ونسال عن هاي الـ الـ الطبقه الواقيه لانه فعلا بتعطي حمايه كبيره من او بتخفف خلينا نقول من وطئه او تاثير هذه الاشاعات اللي ممكن انها تضر بالعينين. نعم، طب مثل ما تحدثنا يعني هيك استخدام الهواتف الذكيه بالذات عند الاطفال او م. طلاب المدارس هذا وضع هيك لا محال من الهروب منه سهل. ولا مفر. ذكرت موضوع الاستراحه، تعال هيك نوضح لاولياء الامور وللمشاهدين قديش وقت يكون في فتره زمنيه استراحه، قديش يحاولوا يحددوا وقت ايضا استعمال هيك متواصل لهي الاجهزه. الاستعمال المتواصل مش اكثر من نصف ساعه، م. 40 دقيقه، هذا الاستعمال المتواصل. بعد هيك لازم الولد نعطيه يطلع يطلع للبعيد يعني يريح عمليا بهي العمليه هو بيريح نظره بخفف من قسوه آه خلينا نسميها النظر للمسافه القريبه بشكل خاص وكمان مش بس المسافه القريبه كمان هنا في عنا جهاز اللي يصدر عنه الاشعه اللي هي كمان ممكن تاثر آه بشكل سلبي جدا على العينين <applause> فالاستراحه فا آه يمكن تكون كمان آه ربع ساعه عشر دقائق إيه قديش ممكن اللي هي عمليا طبعا نخفف احنا من تاثير هذا ال صحيح الضرر السلبي مم. على الاهل مم. طب فادي قبل ما ننتقل كمان هيك للحديث عن اشعه الشمس بما انه احنا مقبلين على هيك تغيير أيوة. المناخ، سؤالي لحضرتك شو العوارض اللي ممكن تظهر اللي هيك تكون بمثابه ضوء احمر للاهل انه يتوجهوا لاخصائي بصريات او طبيب عيون، يعني احمرار لفترات قريبه، دموع او مم. كل هاي الامور. صحيح هاي احدى العوارض اللي انت ذكرتيها حضرتك اللي ممكن تعطينا ضوء احمر اللي لازم نتوجه بشكل سريع لطبيب عيون او اخصائي بصريات اللي نفحص عينين اطفالنا او كمان احنا عينينا مش بس الأطفال. <applause> طبعا فهي واحده من الاشياء اللي المهم جدا احنا ننتبه لها ممكن نشوف كمان الولد ممكن يصير يرمش كمان <applause> بشكل كبير ممكن نصير نشوف مثلا زي ازدواجيه بالرؤيه مثلا ممكن نشوف انه عينين الولد مش مستقيمات يعني بشكل سليم ممكن انه يفرق بعينيه كثير كل هاي العوارض لازم تعطينا احنا كاهل الضوء الاحمر انه آه يتوجه بشكل آه سريع أستاذ فادي يعني صحح لنا هاي المعلومه السائده انه الاشخاص اللي بيستعملوا العدسات اللاصقه وكأنهم بيواجهوا صعوبه مضاعفه يعني في حين هيك التعامل المتواصل مع الاجهزه الذكيه وبحسوا انه في يمكن نشاف في الاعين لانه في هذا الجسم الغريب هل فعلا في نصيحه انه نقيم العدسات اللاصقه وبعد هيك نتعامل مع هاي الاجهزه ال من سيئات العدسات اللاصقه خلينا نسميها انه وقت استعمالنا اذا احنا عم نشتغل عقبال اجهزه الحاسوب ممكن انها تادي او تساعد او تسرع بعمليه النشاف بالعينين. عشان هيك العدسات اللاصقه والحواسيب مش كتير اصحاب مع بعض أوه. يعني بمشوش مع بعض بمشوش مع بعض <applause> فعشان احنا من دايما بننصح للاشخاص اللي هن شغلهم بيشتغلوا على الاجهزه هاي بننصحهم انه يخففوا شوي من استعمال العدسات اللاصقه احنا ما بنقول إنه العدسات اللاصقه مش منيحه او ما من ننصحش فيها بالعكس تماما العدسات اللاصقه باستعمالها الصحيح ممكن تكون مم. جدا مفيده طبعا. ممكن تكون انها جدا جدا عمليه ولكن كمان كيف حكينا كيف كل شيء في عنا حسنات وفي عنا سيئات وهون واحده من سيئاتها استعمالها بالأجهزة باجهزه الحواسيب او باجهزه الأجهزة الذكيه لانه بتادي الى اكثر نشاف ممكن تسرع النشاف بالعينين وطبعا نتيجه النشاف ممكن تصير كمان عندنا التهابات بالعينين وباللحميه العينين طبعا كان مهم جدا هيك الوقوف عند هاي النقطه استاذ فادي الاشعه الشمس والتغيير بدرجات الحراره واحنا مم. هيك مناخنا نوعا ما متقلب يمكن مم. حتى بفصل الربيع بتكون درجات الحراره اقرب الى الصيف تاثير هذا الموضوع ايضا على صحه العيون وشو هيك ابرز النصائح اللي بتقدموها للمشاهدين طبعا بما انه مقبلين على موسم الصيف طبعا موضوع مهم اللي ذكرتيه معروف انه اشعه الشمس وحرارتها ممكن تأدي او اولا تحتوي على اشعه اللي هي تسمى الاشعه الفوق بنفسجيه تاثير هذه الاشعه او هذا النوع الخاص من الاشعه الاشعه الفوق بنفسجيه ممكن يكون له تاثير خاص على الجسم البشري واكثر على بالنسبه لنا طبعا كاخصائيين البصريات انا بقول انه تاثيرها على العينين. تاثير الـ الـ هذه الاشعه على العينين ممكن يكون على لحميه العينين، التهابات بالعينين، ممكن يكون التأثير اكثر من هيك على بداخل العين بشبكيه العينين وطبعا هون الاضرار بتكون كبيره وفي حالات اللي حتى التصليح بيكون شيء شا... جدا صعب صحيح ف... اهميه يعني كمان استخدام النظارات الشمسية بالضبط من هون احنا ال... ال... من هون احنا بننطلق لوسائل الحمايه ل... من من هذه الاشعه او من هذه ال... او من اضرار هذه الاشعه لنظارات طبيه نظرات شمسيه اللي تكون طبعا بصفات طبيه كبيره اللي تحتوي على طبقات واقيه مش مجرد اللون يعني لانه مم. مجرد اللون بالعكس ممكن يكون تاثيره اكثر سلبيه من عدم استعمال النظاره بشكل مطلق صحيح فلهيك مهم انه حتى النظاره اللي بدنا نختارها طبعا هاي باستعانه اخصائيي البصريات اللي موجودين طبعا اليوم الحمد لله هم كثر <applause> موجودين بكثره مم. مم. فمهم جدا انه طبعا نتساعد معهم بناخذ النصائحين وهناك بيعطونا نظارات اللي بيكون فيهن مش بس لون انما يكون في طبقات واقيه ضد اشعه الشمس ضد الاشعه الفوق نسجيه باطوالها المختلفه نعم طب هيك شويه نصائح على اختيار النظاره الملائمه يعني اليوم كمان الجانب التجاري في له دور وفي فكره كمان كثير بنسمعها من منك محيطنا انه العدسه اللي لونها فاتح ممكن ان تسبب ضرر وان ما تحمل عين من الاشعه فوق البنفسجيه مثل ما ذكرت ونروح اكثر على اتجاه العدسات الغامقه هل اساسا هاي الفكره صحيحه ام انه مش هذا هو المعيار للعدسه لا مش ابدا مش هذا هو المعيار هذا هو بس معيار وحيد ل لا قديش درجه الراحه انا قديش ممكن تخفف اخفف شوي من من ضوء الشمس هاي بس يعني موضوع راحه بس كيف ذكرت انا قلت انه بالعدسات هاي لازم يكون في طبقه واقية اللي بتمنع الاشعه الفوق نفسجيه والطبقه الواقية هاي ما في لها علاقه بشده اللون قوه اللون او اقل لانه الطبقه بتكون موجوده عمليا ان كان اللون اغمق او اقل اللون ممكن يعطينا اكثر راحه للعينين واكثر راحه لإلي انا ك الشخص اللي اذا بدي البس النظاره نفسها نعم. كمان اللون نفسه مش بس شده اللون انما اللون نفسه اللي بتعلق فيه الوان معينه اللي ممكن تعطيني راحه من متعلق آه من شخص لشخص كمان طبعا طبعا طب استاذ فادي عفوا الاطفال ويعني كل موضوع اشعه الشمس واضرارها في فتره الصيف مش كثير متبع ان يستعملوا النظاره الشمسيه رغم انه في اشياء هيك عم بتكون للاطفال صحيح. ايضا نحكي تتحدث عن مم. الجانب التجاري في هذا الموضوع كيف الاهل بيقدروا ان يحموا أبناء من اضرار اشعه الشمس تاثير الشمس على الاطفال كمان كيف على الكبار كذلك على الاطفال آه آه لهيك كمان نقدر نأخذ آه نظارات طبية اللي هي تقدر تحمينا أو تحمي أطفالنا كمان من آه هذه الأشعة أو يستعملوا يستخدموا عمليا نظارات بجودة عالية حتى كمان مش بس لإلنا إحنا بيطلع الحماية كمان لأطفالنا طبعاً أهم مننا كمان طبعا هل يعني الضرر في موضوع البصر وأيضا صحة العين كعضو في الجسم يختلف مع اختلاف الفئات العمرية يعني ممكن أنه الأطفال معرضين أكثر وأسرع للضرر من البالغين او العكس صحيح؟ لا لا طبعا الاطفال أطفال معرضين اكبر بشكل اكبر وبشكل اكثر من ان يتاثروا من من اضرار الشمس او كيف حكينا نرجع مم. لموضوع الاجهزه الذكيه لانه ما زالت العين لأن عم تتطور لانه البصر. لانه لانه العين والنظر بالعين بعده بمرحله نمو بمرحله تطور عشان اذا تطور بشكل سليم ممكن ساعتها انه يظل سليم نظره سليم لكل العمر طبعا مم. احنا بنحكي بس اذا تطور النظر عنده تطور بشكل غير سليم فالشيء رح يرافقه كل عمره صحيح لهيك بس مهم صح. جدا الانتباه لكل العوارض طبعًا. اللي حضرتك ذكرتها بالذات على اطفالنا نصائح اخيره يا استاذ فادي حابب هيك مجددا توجهها للشباب اهم نصيحه انا بقولها دائما انه الاعتدال بكل شيء يعني مم. الاعتدال بمعنى انه ممنوع نطول كثير كيف حكينا بالنسبه للوقت الاعتدال هو سيد الاحكام خلينا نقول مم. فانه نمنع حالنا من الهواتف الذكيه اول شيء بنكذب على حالنا يعني ف او اذا بنمنع حالنا نطلع على الشمس كمان بنكذب على حالنا فالاعتدال بكل شيء لازم نعرف كيف ان نكون اطباء او حكماء لنفسنا يعني ونعرف كيف نتعامل مع كل ظرف صحيح، وقديش ايضا يعني كاخصائي بصريات مهم انه بالمؤسسات التربويه والمدارس ايضا يعني اذا غاب هذا الموضوع عن هيك احساس الاهل المدرسين والطاقم التدريسي ينتبه لهي العوارض على الطلاب المفروض انه اليوم في نهضه من بهذا النوع او بهذا الموضوع للمدارس كيف بعرف انا انه في فحوصات طبيه بشكل دوري المفروض بيعملوها للاطفال بصفوف الاولى من صحيح اعمارهم صحيح و... وانا بشوف كمان حتى المعلمين مشكورين على هذا الموضوع حتى اذا مجرد بشكوا انه في طالب اللي عنده او مش عم بتفاعل معهم بشكل صحيح عم ببعثوه نعمل فحوصات طبيه، فحوصات نظر وهذا طبعا انا بشكرنا على هذا الموضوع وبشد على ايديكم طبعا واخيرا استاذ فادي احنا دائما عند طبيب الاسنان بنقول هيك فحص دوري تقليدي كل ثلاث شهور نصيحتك للمشاهدين حتى البالغين وكبار السن كل قديش فتره من المفروض انه حتى الشخص اللي ما عنده مشاكل في بصر ولا يعني بعد ولا قصر نظر يتوجه عند اخصائي احنا دائما بننصح انه للاطفال مره بالست اشهر لازم يعملوا فحص نظر للكبار احنا بننصح دائما انه مره بالسنه انه يعملوا فحص نظر ويمرقوا بهي الفحوصات الطبيه. على امل انه الرساله تكون وصلت هيك لاكبر شريحه من المشاهدين، شكرا لحضورك شكراً معنا ليه. سيد فادي خوري, خوري اخصائي البصريات وهيك مشاهدينا من هذا الموضوع، رح ننتقل الى فاصل قصير وبعد الفاصل احنا مستمرين بفقراتنا الصباحيه وحلقه صباحنا غير نهايه الاسبوع، خليكم معنا. على متابعة مشوارنا الصباحي وعن جديد صباح الخير لكل اللي انضموا لنا في هاي اللحظات مثل ما تحدثنا في تحيه صباحنا لليوم رح ننتقل في بث مباشر للحديث عن مشروع اليمن وتنضم الينا الفنان التشكيلي عفوا من الناصري ايمان عودي عابد صباح الخير يا ايمان صباح النور اهلا وسهلا فيكي. فيكي معنا ستاعها. في هذا الصباح احنا جدا سعداء دائما بتسليط الضوء على هاي المشاريع الهادفه وبدايه ناخذ منك نبذه عن المشروع كيف ولدت هاي الفكره وشو تفاصيل مشروع اليمن مشروع اليمن مشروع حلم حلم كبير هدفي انه كان اعمل شغلي بحياتي هيك حلوه تضمن كل اطفال العالم يعني اذا بقدر بس حاولت ابدا في حي المكان اللي انا ولدت فيه المكان اللي انا حبيت انه اعمل فيه اشياء حلوه مهم كثير الي كفنانه تشكيليه انه مش اشتغل دائما بس في محلات واطر مختلفه واحاول اساعد غير حبيت اعمل شيء في حي يعني اكثر اللي هو مكان ما فيهوش الفن كان له قيمه لكن لاحظت بانه لما انا بديت بالمشروع حبيت احول مكان اللي هو مكان مهمل كان مهمل جدا لمكان كبير شوي اللي هو ممكن يضم كثير اطفال اللي بيقدروش يروحوا كمان يعني او يروحوا لمحلات اللي فيها تكلفه عاليه فعملت المشروع انه هو يكون لكل طفل بقدر انه يجي ويرسم ويتمتع بهذا بعيد عن الضغط بعيد عن العنف بعيد عن الاشكاليات اللي ممكن يوصل فيها الولد لها في الشارع فبحب كتير إنه ضميتن لإلي حضنتهن كتير حبيت إني أعمل إشي لإلي كمان ذاتي أنا إنه انه انا مبسوطه فيه يعني هذا هي اهم شغله في الحي نفسه بمساعده كثير ناس رائع ايمان اول شيء يعطيك العافيه واحنا جدا سعداء انه هيك اليوم الشخصيات المؤثره ويمكن بشكل خاص حضرتك كفنانه تشكيليه عم تنقلي هاي الرساله وهذا الابداع على الجيل الصغير والجيل الواعد يعني ذكرتي ارتباطك بالمكان وبدون شك هذا له ابعاد عميقه ايضا بدي نحكي اكثر على يعني الابعاد اللي هي الى جانب البعد الترفيهي للاطفال ذكرتي موضوع العنف ويمكن نبعدا عن هاي الدائرة كيف عم بتشوفي تعاملهن مع الفن ومع الرسم وإحنا عم نشوف فيديوهات جميلة على الشاشة في بث مباشر كيف عم بيأثر على يمكن تذويت هاي القيم والمفاهيم في نفوساً؟ اكيد في في هناك كثير اشياء واطر ممكن انه احنا نهدي من نفسيه الولد بالذات لانه في هذا العالم بتحس بانه احنا كلنا صرنا عصبيين في محلات معينه عم نشتغل بسرعه قاتله عم نتعود على التكنولوجيا السريعه عم نتعود على الخبر السريع عم نعمل شغلات سريعه جدا عودت بانه حكيت نحكي احنا كحوار بالبدايه بانه كل واحد ممكن انه يعيش في لحظاته لحظه لنفسه ممكن انه هو يهتم بانه يعمل هاي اللحظه بشكل كثير متعه بدون ما يبعي يستعمل العنف في الكلام الجسدي ممكن يكون اي اي عنف موجود في العالم ممكن نظرة، فكتير حبيت إنه أعطي المتعة باللون، بالريشة، باللون، بإنه يشوف النتيجة تبعته كيف هي عم بطلع، مثلاً ممكن تكون وردة، بس الوردة كيف ممكن نطلعها إذا كانت عصبية، إذا كانت هادئة، إذا كانت فيها حركة، فحسنت كثير من مشاعر الأولاد، رح نعمل معرض عن قريب لأنه رح نشوف كل التطورات تبعت الولد في بداية لوحة لآخر لوحة. عندنا اهتمامات كثير كبيره من الاهالي الاهالي عم بتشوف الاولاد انها عم بتحسنوا عم بصير هناك قوه بالنسبه لارادتهم ومبادرتهم بالحياه اللي عنده شخصيه مثلا منطويه عم بصير اكثر فرح اللي عنده شخصيه مثلا شوي هو سريع في الحياه ممكن صار اهدى بحاول قد ما اقدر اعطيهم نظره بانك انت لازم تعيش بسعاده فيش داعي انك تسمع كل الاشياء اللي بتزعجك خليك في لحظات عندي نشعر احنا بسعاده في بيت دافئ وعن جد عملته انا كبيت دافئ لإلي كالجاليري بس بيت دافئ مع الريش واللون وجدا حلو بحبوش يروحوا ابدا لانه بحبوا دائما يلونوا ويعطوا يعطوا النتيجه ويخلصوا فان شاء الله انا حاسه انه مبادرتي هي مضبوط انا لحالي فيها بس بتامل يعني انه يكون في هناك كمان ناس عم بتشوف هذا المشروع وعم وتطوره اكثر المسؤولين وغير لانه بيصيرش احنا نهمل اولادنا في الحي بس يلعبوا في الشارع ما فيش عندهم محلات او بيستوعبش كلمة نسيم هاي المحلات او هو بده يروح او نواديات بس نستعمل شيء ثاني اللي هو يكون كتير ميول الولد نشوفه وين ونشجعه وانا كفنانه تشكيليه انا كثير بشتغل على هذا الإشي تشجيع الولد بكل المحلات حتى في شغلي كمعلمي في مدرسه كمان بشجع الولد وهذا مهم لالي جدا طبعاً. احترامه احترام الطفل بدون شك إيمان يعني بلد. دعم أولياء الأمور بشكل خاص جدا مهم بهاي المرحلة للأطفال ولكن يؤسفني أنه بالمقابل زي ما ذكرتي في حديثك يمكن هذا المشروع عم يفتقد لدعم من جهات معينة من مؤسسات تعي نسمع منك يعني شو أشكال الدعم اللي أنت بحاجة لها لتقدر تطوري هذا المشروع وهيك تستمر في نقل هاي الرسالة لهدول الأطفال الحلوين يعني المشروع لازم يكون في له جمعية معينة ممكن تمول الأشياء اللي اللي هي عم بتصير ممكن ممكن نحكي انه شويه مواد يعني مثلا المواد من اموال من متاسفه من مواد مثلا معينه لما انا مثلا باخذ من الولد المبلغ الزهيد جدا البسيط جدا انا بشتغل بشتري فيه اشياء لإله فالدعم هو هيك صار انه انا اذا بدي مثلا شغله معينه في في المشروع فبعمله انا من اشياء هني بدفعوها بسيطه ومنحاول اهالي طبعا تدفعها بسيطه وانا بعمله فبحاول قد ما اقدر انه ما اخليهوش يشعر في نقص بالعكس عم عم بيصيروا فنانين وفنانين طلائع يعني بشكل كثير كبير فممكن يكون هناك انا عارفه جمعيات من جمع من البلديه ممكن يكون هناك مسؤولين يجوا يشوفوا المشروع يتفرجوا عليه يشوفوا ايش احنا عم نعمل شو بنساوي فالاشي اختصر بس على الاهالي والاهالي على فكره هني يعني كمان عم بيساعدوا وهذا الشيء كثير انا فخوره فيه بانه في هناك كثير اهالي ساعدتني واعطتني فرصه بانه اعمل شيء في في الحي وان شاء الله بنتقدم اكثر ونتطور ونطور اولادنا ان شاء الله ايمان هيك من نظره عابره على لوحات الاطفال من ورائك اللي هيك منهمكين في ان, إن يستمر ويبدعوا كل على طريقته آه. الخاصه قديش شو بتقدري يعني. تحكي لنا عن يعني تطور الطفل في هاي السيروره من خلال هاي الورشات يعني الميول يمكن والموهبه موجوده ولكن كيف عم تنجحي انك تثقليها اكثر بس كل الشغله حسب حسب الولد هو بيجي هو حابب انه يكون في عندي يعني هو بحب الميول الرسم فبعطيه فرصه بانه ياخذ اللوحات انا بشتغلش على ورق لانه الورق جدا ممل للولد لانه هو دائما بكتب عنده في المدرسه ممكن يقرا ورقه ممكن يقرأ الورق كمان اللي هو كتب اكثر يعني ممكن يقرا انا انا مش ضد القراءه انا مع القراءه والقصص بس كثير مهم له لما يشتغل يشعر حاله انه فنان فبعطيه ادوات اللي هي مهمة كتير لإلي هي لوحة كانفاس بشتريها من حساب الولد طبعا بحاول قد ما اقدر انه يكون له مثلا 10 لوحات كل شهر وانت بخلص باخذ اللوحات لانه له موجوده على اسمه فبيشتغلوا بالوان وبحاولوا ان هن يشتغلوا كفنانين يعني عن جد بيشتغلوا طبقات وبحاولوا يرجعوا عليها للوحه وياخذوا نظره فنيه من بعيد على شغله هن بيعملوها كثير لوحات حلوه عملنا واحنا رح نعمل معرض ندعيكم حتى تشوفوه لانه فعلا لوحات رائعه جدا صرت احس ايش الولد بحب ميوله كثير حساس الولد طبعا كفنان طليع طلائع عم بصير إلها ميول عم بصير في عندهم حريه شخصيه بتنقيه اللون ايش انا بدي اعمل الهدف الاساسي شو انا بدي من لوحتي كيف ممكن انهيها كيف ممكن ابداها فعلا مرات برجعوا لي طبعا اذا كان في هناك مشكله كمان هاي اللي انا علمتني اياها انه لما احنا بنكون في هناك نقع في مشكله او ورطه لازم نعرف كيف نحلها رائع فبفكر بالحل وهذا الاشي كتير ساعد الاطفال على ابراز كل الاشياء الحلوة عندهم وهذا هو يعطيك الف عافية على هذا المشروع مشروع اليمان الفنانة التشكيلية عم. من الناصر ايمان عودي عابد الف شكر لك وتحية للاطفال الحلوين اللي متواجدين معاكي وهيك مشاهدينا من المواهب إلى المواهب رح ننتقل إلى فئة عمرية أعلى ونتحدث عن مواهب مختلفة من أبناء مجتمعنا اسمحوا لي أصبح بالخير على أيهم ناصر أهلا وسهلا فيك. أهل فيك يسعد صباحك أيهم محترف في الوسط العربي في رياضة السباحة معنا أيضا الرسامي ملك صايغ أهلا وسهلا فيك أهل فيك صباح الخير وأسيل دار الحج كاتبي ورح نتحدث عن إصدار جديد أيضا أهلا وسهلا فيك أسيل أي ايهم نبلش مع الصبايا ليديز فيرست بيقولوا بالغرب <applause> طيب نبلش بالحديث مع اسيل هيك ننتقل شوي من عالم الالوان الى الابداع في الكتابه ونسمع منك هيك نبزن نعرف المشاهدين عنك وانت هاي الموهبه بلشت تظهر وانت حسيتي انه في عندك ميول للكتابه انا اسيل دار الحاج من لفريديس عمري 16 سنه ونص موهبتي بالكتابه بلشت من الصغر من طفولتي يعني وانا كنت اكتب قصائد قصص قصيره ومع الوقت بلشت موهبتي تتطور اهلي معلميني مدرسه ساعدوني في اني اصقل موهبتي اكثر وشاركت بعده مهرجانات في الداخل وكمان في الخارج مهرجان ربيع الدول في الدنمارك واصدرت كان لها جديد اصدار الاول اللي هو روايتي انت وطني ألف مبروك انت وطني ايش أه لك الموضوع او القضيه اللي بتتناولها هاي الروايه الروايه بتحكي قضايا اجتماعيه اكثر اللي بتخص اكثر في المجتمع العربي الشرقي اه اضطهاد المراه بما انها قضيه جدا مهمه بالنسبه الي وقضيه اللي هي لازم إحنا دايما نهتم فيها ونسلط عليها الضوء عشان نقلص من حدتها الطبقية وتأثيرها على قرارات حياتنا وعلى مجري حياتنا بشكل عام ضغط العائلة وتأثيره على حياتنا وقراراتنا وعدت كل هاي الامور تناولتيها في هذا الاصدار رح نحكي كمان يا اسيل عن هيك صيروره الكتاب وقديش اخذ معك وقت ونرجع لموضوع الدعم ايضا انتقل الى ملك ومجددا الى هيك الابداع بالرسم وبالفن ملك كمان نعرف عنك هيك شويه معلومات تعرف المشاهدين عن عمرك وين بلشتي مشوارك مع الرسم وكيف طورتي من موهبتك اول شيء انا اسمي ملك صايغ عمري 17 سنه أه بديت بالرسم من وانا صغيره جيل صغير أه اخذت الموهبه هاي من ابوي هو برسم يعني حلو. أه فبديت اطور فيها من وانا جيل سبع سنين أه كيف طورتيها؟ مالك درستي الرسام؟ كنت موجودة هيك في ورشات معينة ولا بشكل فردي لحالك؟ لا أول شيء لحالي، بعدين بجيل كبير بلشت أفوت دورات يعني حلو رائع مشاركات كمان هيك في معارض او اليوم وين عم تعرضي لوحاتك اللي كتير حلوه وشكرا انك جبتي لنا جزء منها على الاستوديو راح هيك اسالك على بعض اللوحات بس وين عم تعرضيها كيف عم هيك بت بتعرفي اكثر الناس والجمهور على فنك اه انا الصراحه بعرضهن يعني كثير وسائل اه تواصل اجتماعي فيسبوك كمان مش كثير بترفعي مش, اه مش كثير يعني عرضت أكم مره بس اه مش كلهن يعني اه ان شاء الله مستقبلا هيك بيكون لك معرض خاص فيك رح نحكي اكثر واكثر عن مخططاتك كمان المستقبليه واشد دور تصبح بالخير مجددا على ايهم ايهم نسمع عنك كمان نبدا نعرف المشاهدين وين تبلشت مسارك مع رياضه السباحه لحتى اليوم صرت محترف انا اسمي عم ناصر عمري 17 سنه من الطيره بدات مسيرتي بالسباحه وانا عمري سبع سنين لهسه و بدأت أتدرب وأنا يعني بدأت أشد حالي عشان شفت إني عندي هالموهبة وبقدر أطورها حلو، أيهم في جيل سبع سنين أنت كان عندك ميول وكنت هيك حابب إنك تتعلم بس ولا أكثر أجل شيء إنه الأهل حابين يعرفوك على هاي الرياضة ومن هناك تطورت الموهبة أكثر أول شيء الأهل بدو يشجعوا في يعني أنا بكيت <applause> <زي> معظم الأحيان <applause> بكيتش بدي أنا أكمل في السباحة وأهلي صاروا يشجعوا في وإني أكمل يعني رح نحكي على مشاركاتك بهيك مسابقات عديدة في البلاد وخارج البلاد وعن فوزك في هاي المسابقات وانت اليوم ما شاء الله عليك هيك بمستوى دولي عم عم تشارك ارجع لأسيل لأسيل يعني إصدار كتاب قصة أو رواية بجيلك كمان إشي مش مفهوم ضمنا وأكيد حطيتي مجهود كبير هيك بأنك طبعا. توجي يعني هذا العمل ويبصر النور كيف كانت السيرورة قديش أخذ لك وقت بداية تختاري الموضوع تختاري القضية وتكتبي وتصدري وتشوفي دار للنشر والتوزيع <applause> بداية مشروع مثل هيك عن جد مش مشروع سهل فكرة الرواية رافقتني منذ البداية <applause> كان دائما حلم إلي إنه يكون في عمل باسمي على أساس إن مرة رحلت من الحياة يكون في إشي يخلد عندك حلو ف... حاب يعني هذا الأثر والبصمة بهذا بالصبت. المعنى أنا بآمن إنه الإنسان لازم دائما يترك بصمة للتغيير <applause> وروايتي هاي أنا كتبتها والفكرة منها أساس أحاول أغير ولو بشوي في أفكار أو عقول أو نفوس بعض الأشخاص حلو لتحسين المجتمع فا أخذ لي شغل على الرواية كتابتها وهيك قريب السنة ست أشهر عمليا ست اشهر كتاب بس السنة لحتى اصدرها م -م. وبالنسبه لدار نشر انا ما اصدرتها عند دار نشر انا تكفلت بكل الامور م -م. النشر والطباعه ان شاء الله بالاصدار الثاني هيك الامور بتكون اكثر اسهل من هذا الجانب لانه هذا تحدي بحد ذاته اسيل هو لانه كمان هاي تجربه اولى لي وانا كتبت الروايه في جيل 15 سنه ونص انا حاليا كمان شوي 17 فطبعا انا وعيد افكاري تغيرت نظرتي تغيرت حلوة. وبعد التجربه الاولى اكيد تعلمت كثير رائع طب مين الاشخاص هيك الاوائل اللي قرأوا الروايه طلعوا عليها وشو كانت ردود الفعل يعني انت تناولت قضيه جدا مهمه ومرتبطه بمجتمعنا وهيك إيه كمان يمكن من مقولتك الشخصيه واهتمامك في حيز المراه حبيتي تطرحي هاي القضيه انا كنت لما اكتب في الروايه ما كانش حدا يعرف انا شو بكتب بالضبط أحيانا كنت أشارك على مواقع التواصل الاجتماعي بما جدا فعالة فالشخص اللي قرأ لي الرواية بعد ما انهيتها هو دكتور جودة عيد أه بوجه له تحية كبيرة طبعاً. على دعمه وتشجيعه إليه أه هو أول من قرأ الرواية وهو قام بتحريرها أيضا المدققة أمينة حسن هي كمان قرات الروايه اعطتني رايها وهي كمان دققت لي دقيق لغوي حلو رائع يعني هيك لقيت الاشخاص اللي يكونوا كمان داعمين لانه مثل ما حكينا في مسؤوليه كبيره باصدار يعني روايه واحنا واثقين انك انت قد هالمسؤوليه رح اسالك بعد هيك على مشاريعك المستقبليه ملك هيك نرجع للحديث عن الرسم وهي اللوحات الجميله اللي انت جايبتيها معنا على الاستوديو حسي اكثر اتجاهك طبيعة ترسمي طبيعة مناظر من وحي الخيال ولا فعلا من أماكن معينة هيك بتحبي ترسميها هو شوي بيجي من الخيال تبعي وأخذت أفكار يعني من الطبيعة اللي حولي في في اليات معينه يعني انا من هيك دردشتي دائما مع الفنانين بصباحنا غير وكانه في قصص للرسام في اليات معينه انت شو بتتبعي من خلال رسمك يعني اي انواع الوان هاي, بتست... هاي اللي تستخدم هاي طبيعه انه هذا الدهان اللي بنقول له احنا بلغتنا البسيطه دهان دهان <تصفيق> 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 اوكي انا بعرف في بالزيت كمان الوان وفي... اكريليك هاي أه. مش زيت انا أول مره استعملت زيت الاكريليك هو دهان بيستعملوه انه كا الجسد يعني لون طبيعة أكتر بحب أستعمله لأنه بيجي بيجي بارز, أكتر. يمكن بارز أكثر يمكن بتخيل مني ألوان أوه. الزيت تيجي أخفف أخفف بكتير حلو. فإنه حبيت أستعمله أكتر من الزيت رائع رائع طب ايهم نرجع نحكي عن مشاركاتك اليوم انت زي ما حكينا محترف في رياضه السباحه وين شاركت باي مسابقات وشو بيعني لك هيك تكون جزء من هاي البرامج إيه مثلا قبل شهر ونص كنت في جنيف هذه مسابقه بتصير كل سنه وهذا بشارك فيها يعني بمستوى عالمي بشاركوا فيها من دول من برا من كل انحاء العالم وقدرت إني إن يعني أجيب المحل الرابع في مثل الظاهر وهذا بكت من أحسن مشاركاتي يعني فيها رائع طب ايهم كل كل رياضه في لها هيك مسار معين يمكن نوعا ما بتقيد الشخص اللي بتتبعه من موضوع انه لازم تمارس رياضه معينه تحافظ على نهج حياه صحي تاكل امور معينه وامور ثانيه تبتعد عنها انت بتمارس هذا يعني نهج الحياه الصحي والسليم هيك في اسس وقوانين بتمشي عليها اه لانه من غير هذول الاسس يعني ولا عمرك رح تشوف ولا تنجح ولا, ولا يعني اللي بدك اياه مش رح يصير يعني موضوع اللياقه البدنيه كثير مهم بالنسبه لك لحتى تقدر يمكن توصل لهاي المناصب وهي الاماكن في رياضه السباحه أيه. رائع طب هيك على مستوى البلد العائلة المقربين قديش عم بيكونوا داعمين أنا بتخيل أنه في صعوبة كمان التدريبات ساعات مكثفة مجرد أنك تشارك بهيك مسابقة يمكن بحتم عليك أشهر قبل تكون بتدريبات لحتى تهيئ نفسك كيف كمان عم بتوفق ما بين هاي الأمور مثلا يعني ببقى لما أروح من المدرسة بكرة وبعده بروح على التدريب يعني وبعدها إذا بظل معي وقت لما أروح من التدريب م -م. يعني بكره على شغلي وبعده بروح بنام تدريب يومي يومي ما عدا اليوم السبت ما شاء الله عليك طيب بيطلع لك ترتاح يوم الجمعة <applause> كل الاحترام أسيل نرجع للحديث عن هيك طموحاتك المستقبلية حكينا بجيل ما شاء الله عليك صغير عندك إصدار أول وتكفلتي هيك في كل ما يخص هذا الموضوع وين بتطمحي إذا بدنا نحكي كمان على الدراسة الجامعية هل هيك ماختي الجانب الأدبي ولا أكثر العلوم وحابة تستمري مع هاي الموهبة احكي لنا أكثر ميولي اكثر ادبي انا مهم. فبما اني طرحت قضايا المراه وانا جدا من خلال الكتابات بحاول انه دائما تكون في من وراها فكره اللي اطرحها اللي ممكن تساهم في تغيير ف بفكر من ناحيه دراسه جامعيه للحقوق والمحاماه <applause> بما انك طرحت قضايا المراه والنساء آه. راح تكوني هيك في القبعه اللي بتدافع عن حقوق المراه في المجتمع فمن هاي الناحيه بفكر اكثر بالمحاماه والحقوق وطبعا بفكر طبعا اكمل بالكتابه يعني هذا اصدار الاول مش الاخير رح يكون ان شاء الله اسيل عن جد يمكن سؤال شوي تقليدي بس دائما انا بقول كل شخص في عنده مقولته من عالمه الخاص بالنسبه لك شو بتعني لك الكتاب يعني زي ما راح اسال ملك شو بيعني لها الرسم او في كثير اللي بيقولوا بفرغ من الطاقات بجد الطاقات الايجابيه بيكون هيك المهرب بالنسبه لي لما حابه اكون مع نفسي ومع القلم كيف كيف هذا يعني الجو اللي انت فيه او الطقوس اللي فيها بتكتبي شو شو بتعني لك بالنسبة إلى الكتابة هي عالم بحد ذاته هي العالم اللي أنا بشوف حالي فيه اللي أنا بشوف انتمائي له لأنه لما ما شخص أو حدا يفهمني أنا دائما بلجأ للكتابة آه الكتابة مثل ما قالت الكاتبة التركية الشهيرة اللي في شفاق إنه هي فعل ألم طفولة وبراءة فالكتابة أنا بشوفها أكثر إشي بنبع من جواتنا يعني هي كل شخص فينا بيقدر يكتب صح بس إذا نحكي على إصدار كتب وروايات هاي بتصير هون موهبة أما الكتابة هي اكثر شيء جواتنا يعني عالمك الخاص نوعا ما صعب اوصف شخصيا بتخيل اسيل قديش مهم انه الكاتب وان كان هيك كاتب ناشئ زيك يكون كمان قارئ جيد كمان من ناحيه يعني الثروه اللغويه اللي المفروض انه يكتسبها كمان من ناحيه الانكشاف على انماط كتابيه وابداعات الاخرين يمكن تبني نمط معين مش غلط <applause> انا قارئه شرحه بسمي كثير بقرا ودايما وين ما اروح بيكون معي هيك كتاب من ناحية انواع ادبيه اللي بقراها انا بقرا كثير انواع طبعا التنويع مهم جدا على اساس انه يكون عندي فكره واشمل جميع النواحي في الادب بحب اكثر ادب الرسائل، بحب الروايات كنت رح اسالك اذا هيك القصائد والشعر مش كثير يمكن القصائد والشعر مش كثير، بحب اكثر ادب الرسائل عشان هيك حتى اصداري الاول بيحوي في البدايه على الرسائل لم تصل بعض اللي هي فصل عباره عن رسائل وبشوف حالي اكثر في الأدب الرسائل والرواية وممكن القصة القصيرة أكثر من الشعر والقصائد إن شاء الله دائما نضلك مبدعة ونشوف لك إصدارات أكثر وأكثر ملك كمان قبل الختام نسمع منك هيك شو بيعني لك الرسم شو بغير فيكي شو بتحسي وأنت عم ترسمي مع هيك الريشي أو مع الألوان اللي ذكرناها <applause> الرسم بيعني لي كتير أشياء أول إشي بيعطيني راحة نفسية بخليني إذا كنت معصبة مثلا بخليني أهدى يعني أول ما أمسك الريشة يعني بهدأ إنه بتفرغي هاي الطاقات بالضبط إيه فهو ف هو يعني كثير أشياء إنه إشي حلو، إشي زي مهدئ حلو مريح مريح مثل ما ذكرتي، مستقبلاً هيك إذا بتفكري بمرحلة تقى الجامعة شو حابة تدرسي؟ رح يكون إشي إله علاقة بالفن التشكيلي إيه والرسم أكيد. الم... إيه أنا مفكرة أتعلم مهندسة معمارية إيه وأكمل بهذا المجال طبعاً حلو إيه لكن فيها كثير فن وكثير ابداع طبعا. كمان فهناك رح توظفي هاي الموهبه لصالح الهندسي أيهم أي كمان نسالك على المستقبل القريب رح يكون في مشاركات جديده مسابقات إيه احكي لنا اكثر شو بنتظرنا إيه مثلا بهال السنه قاعد بشتغل على مسابقه كبيره يعني السنه اللي مركت انا ضيعتها وخشيت بياس يعني كنت <applause> لازم اوصلها هالسنه لانها اخر سنه لازم اوصلها اللي هي بطولة أوروبا للشباب م -م. وبعدها يعني نطمح لبطولة العالم وبعدها ما شاء الله عليك يعني مستمر هيك طموحاتك عم بتصب في مجال رياضة السباحة في هيك أمور جانبية أخرى بتحب تمارسها بتطمح أنك تحققها كمان لا حاليا بس متفرغ لرياضة بس السباحة بس بدي اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وعن جد بدون شك انتم هيك مبدعين واكيد رح تشرفونا اذا دائما بتمشوا ورا موهبتكم وورا طاقاتكم اسيل نسمع منك رساله اخيره حابه توجهيها للمشاهدين اليوم كمان انا بدي هيك افوتك بالاجواء كان في معنا فقره عن فرسان الضاد وقديش هيك عم بيكون في مجهود بطلاب المدارس والاطفال ان يحببوهم باللغه العربيه من خلال يعني هاي الابداعات ومن خلال القراءه والمطالعه والكتابه شو بتحبي توجهي رساله لهي الشريحه وكمان لاولياء الامور قديش يدعموا ابنائهم بانه بشكل او باخر نحافظ على لغتنا العربيه وكمان ندعمهن في تعزيز مواهبهن رسالة اذا بحب اوجهها ل اذا للمجتمع ككل انا بنادي في تقبل الاخر في احترام المراه لانه المراه هي الاساس لانه المراه هي امك واختك وبنتك وصاحبتك بالنسبة لفرسان الضاد أنا بوجه لهم تحية كبيرة وكل الاحترام لكم استمروا بهذا المشروع وطبعا مهم جدا أولياء الأمور أنهم يساعدوا أطفالهم وأبنائهم أنه يسكروا موهبتهم أكثر وأنه ينموا موهبتهم ويساعدون بثقتهم ينموا ثقتهم بنفسهم رائع إن شاء الله دائما بتحققوا كل أهدافكم بالحياة شكرا لحضوركم معنا أيها ناصر وملك صايغ وأسيل دار الحج شكرا لكم ويسعد صباحكم وهيك مشاهدينا وصلنا لختام هالمشوار الصباحي مع هاي المواهب والطاقات الواعدة على أمل تكونوا هيك استفدتوا واستمتعتوا من كل ما جاء في حلقة صباحنا غير لليوم شكرا لكل اللي كان يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صفحاتنا الرسمية فيسبوك وتويتر وتقنية البث المباشر عبر مساواتشنا اليوم الأحد لقاء متجدد وحلقة جديدة من صباحنا غير إلى اللقاء